بسم الله الرحمن الرحيم. السبت 28 اكتوبر 2017. صباح الخير على حضراتكم، بداية اسبوع جديدة ويوم جديد، يا رب ان شاء الله يكون اسبوع كله طاقة ايجابية، كله اخبار جميلة، كله تحدي وارادة، كله عمل واجتهاد باذن الله. لو تفتكروا اسمحوا لي بس الاول هقول لحضراتكم النهارده عندنا ايه. لو تفتكروا حضراتكم ان احنا على مدار حوالي 3 حلقات سابقة في صباح دريم كنا مهتمين جدا، يمكن ربما يعني بشكل مميز جدا، اهتمام كبير بطبيعة عمل بنك مصر الاجتماعي في كل القطاعات اللي فيه، في مختلف القطاعات اللي فيه. هو الحقيقة البنك ده بيقدم دور خدمي مهم جدا. البنك ده بيقدم خدمات مختلفة للشرائح الفقيرة والشرائح المحتاجة إلى هذه الخدمات. يمكن ده بيفسر قوي هو ليه بنك مصر بيطلق عليه بنك الغلابة. استضفنا في صباح دريم وكان أول ظهور إعلامي لهم، استضفنا المهندس أحمد عبد الصادق سلام كرئيس قطاع التركات الشاغرة، استضفنا الأستاذ هشام وحيد مدير الإدارة العامة للنفقة، استضفنا الأستاذ محسن حلمي رئيس قطاع التكافل. والنهاردة بإذن الله بنستكمل سلسلة اللقاءات، وسعداء أنه كمان في أول ظهور إعلامي له هيكون ضيفنا الكريم الأستاذ أحمد صالح رئيس القطاع المصرفي ببنك ناصر الاجتماعي. لما نتكلم على القطاع المصرفي يعني بنتكلم على خدمات كتيرة جدا، يعني بنتكلم أنه خدمات مصرفية مقدمة للعملاء، بنتكلم على كل ما يمكن أن يتعلق بالنفقة. الحقيقة أنا عندي أسئلة كتيرة جدا، وخليني بس بمناسبة الأسئلة اللي بتجينا على صفحتنا وحتى الأسئلة اللي بتجينا من حضراتكم في التليفونات أشرح معلش في حدود دقيقة حاجة صغيرة، لأنه البعض من جمهورنا العزيز بيتساءل هو إحنا بناء على إيه بنقرأ الرسائل أو كيف نتلقى الرسائل. أولا عدد الرسائل اللي بيجينا خصوصا في الإنبوكس يعني على الصفحة الداخلية لصباح دريم على فيسبوك مش على الوول بس، عدد كبير جدا الحقيقة، انه محتاج فريق بالكامل فقط لمتابعة الرسائل وعلى مدار 24 ساعة، ودي حاجة بتسعدنا جدا وحاجة حقيقي بتحسسنا قد ايه حضراتكم متفاعلين معانا. اللي احنا بنعمله ببساطة شديدة جدا، هو صعب طبعا انك تجاوب على كل رسالة، يعني بس عشان لو حضراتكم متخيلين انه في البعض بيبعت يقول ايه انتوا مش بتردوا علينا ليه، انا بعت رسالة ما حدش قال اسمي ليه، لا هو فكرة انه احنا نقدر نطلع على الهوا نقول والله استاذ محمد سعيد بعد بيقول يا ريت تعملوا فقرة عن التأمين الصحي، والله أم سيد بعت تقول اعملوا كذا، لا يعني دي صعبة يعني بل مستحيلة في ظل عدد الرسائل الكبير اللي بتجينا. وبالتالي اللي احنا بنعمله احنا بنطلع على الرسائل دي وبناخد الأغلبية اللي جاية في موضوعات معينة وبنقسمها موضوعات. يعني الأسبوع ده مثلا إن شاء الله بإذن الله النهاردة عندنا فقرة بنك ناصر، دي سلسلة الفقرات اللي احنا بنقدمها لبنك ناصر وعدناكم بيها قبل كده، وعندنا كمان فقرة تانية فيها استجابة لحضراتكم لأنه بقى عندنا رسائل كتيرة جدا على صفحتنا بتطالب بيها، فقرة الإيجارات القديمة، موضوع الإيجارات قانون الإيجارات القديمة. والموضوع ده طرحناه يمكن 3 مرات قبل كده على مدار السنتين اللي فاتوا أو السنة ونص اللي فاتوا في صباح دريم، لكن لسه حضراتكم بتطلبوا تاني وبتقولوا إنه في بلاغات عايزين تقولوها على الهوا وفي حاجات. وبالتالي الأسبوع الماضي في اجتماعنا اليومي والأسبوعي زملائي وأنا قررنا انه ان شاء الله يوم الاحد بكره يكون في تخصيص لفقره الايجارات قانون الايجارات القديمه، هنفتح تاني هذا الموضوع وهكذا. انا بس بشرح لانه في بعض حضراتكم بتبعتوا تقولوا لنا هو انتوا مش بتردوا ليه؟ امال انتوا عاملين الصفحه ليه؟ لا الصفحه مهمه جدا، كلنا بنطلع عليها، كلنا بنفتح الصفحه بنشوف كده بنقرا سريعا الرسائل، بنبقى عارفين توجهاتكم ايه؟ طلباتكم ايه؟ ايه المواضيع اللي انتوا عايزين تتكلموا فيها؟ بخصوص الهوا بقى انه اقدر وانا قاعده على الهوا كده مع ضيف كريم في فقره معينه اخد اتصالات مثلا واقرا رسائل، فانا دايما اقول الحقيقه وده غصبا عننا الاولويه تكون للمتصل، لانه اللي بيتصل ده بيتصل وبيفضل قاعد على الخط وبيكلف نفسه وبيفضي نفسه، فالاولويه لاستقبال الاتصالات الهاتفيه. خلال بقى الفقره بنحاول على قد ما نقدر على الصفحه كده ايه نقول سؤال، نقول كومنت جه، نقول تعليق، حد عنده وجهه نظر في حاجه بنحاول، لكن الاولويه دائما على الهوا بتكون للساده المتصلين. واعتقد ان دي حاجه ما تزعلش حد، لكن يعني ما تزعلش حد، لكن لما فكره انك تتصل بينا من اسوان واسكندريه والقاهره والجيزه ومن الدلتا ومن كل مكان يبقى عندك سؤال وتقعد على التليفون كتير،
صعب قوي ان انا افضل سابك على التليفون عشان اقرا رسائل على فيسبوك ممكن يتم تاجيلها لاحقا. ده بس دردشه سريعه كده لانه البعض من حضراتكم كان بيتساءل احنا ليه مش بنقول احنا بنقرا الرسائل، لكن من المستحيل انك تقرا كل رساله على الهواء باسم اللي بعتها. احنا بنجمع كده، بنعملها زي كلاسترز او مجموعات، بنشوف كده اغلب الاراء بتتكلم في ايه وبنطرحها بكل امانه ومصداقيه على الهواء. امبارح كان في خبر اسعدنا بعد حوالي 8 ايام احنا في حاله من الحزن والالم الشديد منذ يوم الجمعة قبل الماضية عند وقوع حادث الواحات اللي استشهد فيه عدد من قواتنا الشرطية البواسل، ضباط وجنود. قوات الشرطة الحقيقة في الواحات ما زالت بتلاحق فلول لخلية الواحات اللي اشتبكت معاها قواتنا منذ أيام، وسقط زي ما قلنا الجمعة قبل الماضية 16 شهيد من قواتنا وعندنا 13 مصابين. الحقيقة أنه كان في عمليات استباقية، آخرها العملية الاستباقية وعمليات الملاحقة اللي بتقوم بها القوات الأمنية للعناصر ضد العناصر الإرهابية في جبال الصعيد. خليني أقول أنها بتؤكد بما لا يدع مجال للشك أن شرطتنا مستمرة وماضية في ملاحقة الإرهابيين والمتطرفين والثأر لشهدائنا من الخوارج اللي قتلوا أبنائنا بدم بارد. زي ما عودناكم ان شاء الله باذن الله هيكون لينا التزام، وده الحقيقه العهد والوعد اللي احنا واخدينه على انفسنا وقلناه لحضراتكم طول الوقت في نوع معين من القضايا، خاصه تلك المتعلقه بالامن القومي وبقضايا مكافحه الارهاب وبكل ما يتعلق بسلامه هذا الوطن. نحن في صباح دريم نلتزم بالبيانات الرسميه، حتى اجتهادنا بيكون في نطاق معين في حدود معينة، لكن فكرة اللهف وراء السبق والجري والركض وراء ان انا القط خبر ولا معلومة كده بسرعة ودون التحقق منها لمجرد بس ان انا اطلع اقول صباح دريم ينفرد وصباح دريم يعرض وصباح دريم يقول، لا الحقيقة ده مش مبدأنا ولا عمره هيكون مبدأنا. وبالتالي استنادا الى هذا المبدأ وهو الاخبار الرسمية والبيانات الرسمية، وزارة الداخلية المصرية اعلنت بالفعل العثور على 13 جثة وحزامين ناسفين وعدد من الأسلحة في اشتباكات الكيلو 175 في الواحات. وده يمكن كان فيه إشارة زي ما احنا شايفين الصور، ده كان فيه إشارة انه بيتم حاليا للتحقق من هوية الإرهابيين المقتولين. بيان صادر عن وزارة الداخلية أمس الجمعة أكد انه في إطار جهود الوزارة المتصلة بملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة والمتورطة في تنفيذ عمليات العنف اللي شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة واللي بيسعوا طبعا لمحاولة زعزعة استقرار بالبلاد، تم على مدار الأيام الماضية تنشيط المصادر المتعاونة ودفعهم لرصد أي معلومات حول أماكن تردد وتمركز العناصر المشتبه فيها، خاصة الواقعة بمزارع لاستصلاح الكائنة بالمناطق النائية بمحافظات الجيزة والوجه القبلي باعتبارها ملاذ آمن لهؤلاء العناصر للاختفاء والتدريب والانطلاق لتنفيذ مخططاتهم العدائية. وكشفت الحقيقة عمليات المتابعة ومعلومات قطاع الأمن الوطني عن تمركز مجموعات من العناصر الإرهابية بإحدى مزارع الاستصلاح الكائنة بالكيلو 47 بطريق أسيوط الخارجة، واتخاذهم من أحد المنازل بها مأوى مؤقت لهم بعيدا عن الرصد الأمني لاستقبال العناصر المستقطبة حديثا علشان يتدربوا على استخدام الأسلحة وإعداد العبوات المتفجرة في تنفيذ عملياتهم العدائية. الحقيقة فجر أمس الجمعة 27 أكتوبر تم استهداف المزرعة دي المشار إليها، طبعا كان لازم يكون في استئذان وكان بالفعل يعني في استئذان لنيابة أمن الدولة العليا بمشاركة كافة أجهزة الوزارة المعنية وحال اتخاذ إجراءات حصار المنطقة المحيطة بها. فوجئت القوات بإطلاق أعيرة نارية تجاهها بكثافة، ما دفع طبعا قواتنا للتعامل مع مصدر النيران، وأسفرت عمليات التنشيط عقب السيطرة على الموقف على العثور على 13 جثة، جاري العمل على تحديدها من جثث الإرهابيين
بعضهم بيرتدي ملابس عسكرية زي ما احنا شايفين، بالإضافة طبعا انه تم الكشف على حزامين ناسفين، سلاح متعدد، بنادق آلية، 7 بنادق آلية، طبنجة حلوان عيار 9 ملي، كمية كبيرة جدا من الذخيرة مختلفة الأعيرة، ومبلغ مالي قدر ب1750 جنيه. ولقوا كمان معهم بعض الأوراق التنظيمية والكتب الدينية الجاري فحصها الآن. ده البيان الذي صدر من وزارة الداخلية. المعركة مستمرة في الواحات، المعركة مستمرة على الحدود، مستمرة على الجبهة، الصحراء الغربية صحراء شاسعة. مخطئ من يعتقد أن فكرة أنك تقدر تسيطر على صحراء بعمق 1250 كيلو هو أمر سهل جدا. أسهل حاجة أن أنا أطلع أقول إيه؟ الله، طب ما أنا عارف الإرهابيين موجودين فين؟ طب ما أنا عارف أن أنا عندي بؤر نشطة ومناطق شديدة الخطورة في الصحراء الغربية، ما نبعت هناك أكمنة ويطلع طيران ويدك المنطقة كلها. يا سادة يا سادة يا سادة، يعني ناخد بالنا بس، يعني هناك اعتبارات أمنية، هناك خطط استراتيجية مدروسة، هناك عمليات استباقية، هناك عمليات مداهمة، هناك أمور كثيرة جدا، يعني الناس دي بتقعد تدرسها في العلوم العسكرية على مدار سنوات طويلة جدا. فكرة ان انت عندك صحراء شاسعة بتمتد لأكثر من 1200 كيلو هي ليست فكرة سهلة، وبالتالي الدك او الاستباق او الهجوم دي امور عسكرية دقيقة وشديدة التعقيد. علينا ان نتروى، علينا ان ننتظر، علينا ان نتمهل، علينا ان نلتزم بالبيانات الرسمية الصادرة عن الجهات الأمنية. نتمنى ان شاء الله السلامة والنصر لقواتنا. الحقيقة الأغاني الوطنية بيبقى أحيانا كتير قوي دافع، وخلينا أفكركم بجيل يمكن إحنا ما عشناهوش، بس كان دايما يقولولنا وإحنا صغيرين إنه في نكسة 67 كانت أغاني أم كلثوم وعبد الوهاب وعبد الحليم وكل الجيل ده كانت قد كده أغاني حماسية، وكان فيها نوع من الحماسة والدفع للأمام. وخلينا نقول إنه على أرض المعركة أهم حاجة، أهم حاجة بمعنى الكلمة، أهم ربما من التسليح أو لا يقل يعني أهمية عن التسليح وعن الاستعداد بالخطة، هو الروح المعنوية. كل ما الروح المعنوية لجنودك ولشعبك كانت عالية، كل ما ده بإذن الله تعالى يؤدي بإذن الله إلى نصر مبين. وبالتالي فكرة كسر الروح المعنوية هي أول حاجة دايما العدو بيشتغل عليها، عايز يكسر روحك المعنوية، سواء لجيشك أو لشرطتك أو يعني لقواتك الأمنية أو سواء لك كشعب، ويخليك يحصل معاك بعض الحالة اللي حصلت معنا كمواطنين الأسبوع اللي فاتوا، بالذات يوم الجمعة والسبت يوم الواحات. والله ده احنا مش أقوياء كفاية، ده احنا جيشنا بيحصل فيه كذا، ده احنا شرطتنا بيحصل فيها كذا. هي دي الفكرة. وبالتالي أي حاجة حتى لو بسيطة تقدر تديلك دفع إلى الأمام، وتقدر تقوي من روحك المعنوية. حتى الهاشتاج اللي طلع بيه أسر ياسين وقال حيوهم فين ما كنتم دول ماتوا علشانكم، حتى كلمات التعبير والدعم من الناس العادية على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، انك تشوف ضابط او جندي او عسكري او مجند في الشارع بدل ما تكشر في وشه تقول له ربنا معاك ربنا ينصرك، انك تكون موسيقار وملحن وتألف وتكتب اغنية شعار محمد عبد الله حسن والغناء لعمر مصطفى، أغنية حيهم اللي بنحييهم عليها الحقيقة، لأنها أغنية ولو قصيرة لكنها أغنية معبرة جدا، بنعتقد أنه فيها كلمات دعم وتشجيع. وحقيقي دي يمكن أكتر حاجة دلوقتي نقدر نعملها أن احنا نحييهم. فتحية لكل بطل في الجيش المصري، في الشرطة المصرية وجنودنا البواسل في أرض المعركة، حييهم. يا أهلا بحضراتكم من جديد. دكتور شوقي علام مفتي الجمهورية أشاد الحقيقة بالضربات الأمنية الناجحة اللي بدأتها قوات الأمن على عناصر التكفيرية في نطاق طريق أسيوط الخارجة، واللي أسفر عن مقتل 13 إرهابي. هام مفتي الجمهورية كان ليه تصريح مهم جدا صدر أمس الجمعة، قال فيه أنه الضربة الأمنية الجديدة دي لمعاقل الإرهابيين بتفقر لشهدائنا اللي فقدناهم في عملية الواحات الإرهابية، وان قوات الامن لا يكسرها اي ارهاب لانهم بيجاهدوا اهل التطرف،
وبيفدوا الوطن بأرواحهم، وإنه الضربة الأمنية الناجحة لم تقتصر فقط على القضاء على الإرهابيين اللي اشتبكوا مع قوات الأمن، ولكن تبعها ملاحقات أمنية للقبض على الفارين منهم. ده يمكن بيؤكد حرص قوات الأمن على التصدي لجماعات التطرف والإرهاب واستئصالها من جذورها مهما كلفنا الأمر. الحقيقة أنه ليه ممكن أكون شايفة أنه بيان المفتي، ودي مش أول مرة، كمان لسه منذ أيام قليلة كان في أيضا بيان للأزهر الشريف، وكان في بيان لمفتي الجمهورية دكتور شوقي علام. ليه البيانات دي بتكون مهمة؟ مهم جدا أنك طول الوقت يبقى عندك هذا اليقين أنه مؤسسات الدولة متكاتفة مع بعض، وفكرة أنه إحنا برضو سواء اختلفنا أو اتفقنا على المقولة الشهيرة اللي معرفش الحقيقة مين قالها، بس يعني هي مقولة عندنا، يعني تكاد تكون يقين عند أغلب الشعب المصري، أنه المصريين متدينين بطبعهم. الحقيقة أنه فكرة ربط الدين وربط ده حلال ولا حرام، وربط هو ده الصح ولا لا، وربط يجوز أو لا يجوز بكل حاجة حتى بالسياسة، دي موجودة في حياتنا شئنا أم أبينا، دي موجودة عند ثقافة أو في ثقافة المواطن المصري، موجودة في الشارع المصري. فكرة أنه أحيانا بيحصل عندك خلط ما بين هو الدم كله حرام ولا أنا لازم أحارب التطرف، هو الدم كله حرام ولا أنا لازم طالما هم المعتدين وبالتالي العين بالعين والسن بالسن والبدي أظلم، هو الدم كله حرام ولا نسعى إلى نبذ العنف ووقف. في ناس كتير على فكرة ممكن دي حاجة مش كتير قوي بنطرحها في الإعلام ومش كتير قوي بنتكلم فيها بصراحة، بس دي فكرة موجودة، في ناس عندها الجزئية دي من لخبطة أو confusion أو لبس أو خلط أو سميها زي ما تسميها، فكرة إنه هو إحنا حربنا على الإرهاب دي، طب ما هو في صور وفي دم وفي كذا. لا ما هو أنت لازم تعرف إنه المؤمن القوي أحب عند الله سبحانه وتعالى من المؤمن الضعيف، والقوي قوي بإيمانه، قوي بسلوكه، قوي بعلمه، قوي أيضا بأنه لا يسمح للغير اغتصاب حقه ولا ظلمه ولا العدوان ولا العنف ولا التطرف ولا تهديد الأمنين ولا ترويع الأمنين ولا المساس بأمن البلاد ولا الإساءة للمسيحي ولا الإساءة لأهل الكتاب ولا الإساءة لمؤسسات الدولة جيشها وشرطتها وغيره. دي كلها نقاط مهمة جدا، وبالتالي عندما تصدر هذه البيانات من دار الإفتاء أنا بعتقد أنها داعمة جدا لما تقوم به قواتنا الأمنية، وأعتقد أنها مهمة جدا، لأنه البعض ممكن يتساءل يقول هو ليه مفتي الجمهورية يعني يقول أنه بنشيد بالضربات الأمنية ونشيد بالعمليات الأمنية. مهمة جدا فكرة أنه المواطن يكون عنده هذا الإحساس، وهو تماسك وتكاتف مؤسسات الدولة معا ضد العنف. المتحدث العسكري بيعلن ضبط 43 مهاجر غير شرعي على الحدود الغربية. العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري للقوات المسلحة أكد أنه في الوقت اللي هو فيه استمرار لجهود القوات المسلحة لتأمين حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، قدرت قوات المنطقة الغربية العسكرية بالتعاون مع عناصر حرس الحدود من ضبط مركب صيد بداخلها 280 ألف قرص مخدر، وضبط عربة نقل محملة بعدد 2500 قاروسة سجاير مسرطنة. وأضاف أنه ده كان بيان أصدره أمس الجمعة المتحدث العسكري، أنه تم ضبط 43 فرد من جنسيات مختلفة خلال محاولات لهجرة غير شرعية أو غير منتظمة، وأنه قوات المنطقة الغربية العسكرية بتواصل جهودها في تأمين الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد كافة عناصر التهريب والهجرة الغير منتظمة والعناصر الإرهابية. ده نص البيان الذي صدر عن المتحدث العسكري أمس الجمعة. الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي شاهد توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة مونزاسي الإيطالية في مجال تصنيع ماكينات التحكم الرقمي. ده كان في ديوان عام الوزارة. الدكتور العصار أكد أنه الهدف من مذكرة التفاهم هو عقد شراكة لإقامة مصنع لتصنيع معدات الطحن، بس تكون عالية الدقة ودقيقة جدا باستخدام ماكينات تحكم رقمي
وانه المفترض انه ده هيخلق مناخ صناعي يعتمد على التكنولوجيا الحديثه في التصنيع، بدل ما احنا شايفين لسه كتير جدا من صناعاتنا للاسف صناعات بتعتمد على الشغل اليدوي او المانيوال. لا، احنا دلوقتي حتى الصناعات اللي ليها علاقه بالطحين والدقيق وغيره بندخل فيه الى التكنولوجيا، وانه ده بحسب ما صرح الدكتور العصار ممكن يساهم في تصدير مكونات ماكينات منتجه بتكنولوجيا عاليه، عاليه المستوى طبعا للشركات الايطاليه والاوروبيه اللي بتشتغل في الهندسه او في المجال، مجال الهندسه المرتبطه بماكينات التحكم الرقمي. كان بيقول كمان في التصريح اللي طلعه انه بموجب مذكره التفاهم هيتم توفير مقر للشركة الجديدة من خلال الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وشدد على أهمية البدء الفوري في اتخاذ خطوات تنفيذية جادة لتفعيل التعاون وبدء الشراكة مع الشركة الإيطالية لدعم قطاع الصناعة في مصر، خصوصا في ظل توجه الدولة نحو تنفيذ مشروعات تنموية وصناعية للشباب المصري بتتطلب توفير العديد من المعدات ومن ضمنها ماكينات التحكم الرقمي. من الجانب الآخر الحقيقة ريكاردو باتسينا مدير عام شركة مونزاسي الإيطالية أكد أنه هو سعيد جدا بالتعاون المشترك ده، وأنه الإنتاج الحربي بيمتلك إمكانيات تكنولوجيا وتصنيعية وبشرية هائلة، وأنه بموجب المذكرة دي بين الجانبين هتقوم الشركة اللي بتعد الحقيقة أحد أهم مصنعي معدات الطحن عالية الدقة بتسخير كافة إمكانياتها في خدمة الشركة الجديدة وتوفير تكنولوجيا الإنتاج الخاصة بالشركة لصالح الشركة الجديدة. طبعا بالإضافة إنه في تدريب فني، إحنا بنتكلم إن عندنا تدريب فني للعمالة المصرية في الشركة دي في مقر هذه الشركة الأم في إيطاليا، هيكون في ناس تذهب لإيطاليا للتدريب الفني. الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة قال إنه مشروع التنمية بمنطقة القناة نجح خلال الفترة الماضية في تحقيق خطوات جادة من خلال تنفيذ 105 مشروع على أرض الواقع جاري العمل بها واستكمالها في غضون 3 سنوات. ده عشان تكون المنطقة الاقتصادية بقناة السويس من أقوى المناطق الاقتصادية في العالم. مميش أشار إن مشروع التنمية في منطقة القناة من مشروعات القيمة المضافة القائم على عبقرية الموقع لقناة السويس، والمخطط انه يقام هناك طبعا صناعات تكميلية، مناطق صناعية لوجيستكس او مناطق لوجستية، المفترض ان هي تحول المنطقة كلها على بعضها لمركز لوجستي وصناعي عالمي. واكد انه الدولة بتعمل على دفع عجلة التنمية بخلق بيئة جاذبة للاستثمار من خلال تنفيذ مشروعات البنية التحتية اللازمة وخلق بنية تشريعية سليمة بإصدار قانون الاستثمار الجديد اللي بيراعي وجود حزمة ضريبية جاذبة للاستثمار، بالإضافة لتوفير العمالة الفنية المدربة من خلال إقامة مراكز فنية متطورة تقدر تلبي احتياجات المستثمرين. نروح إلى خبر آخر. سفير فرنسا في القاهرة ستيفان روماتي أكد أنه بلاده كانت بتتطلع، طبعا الرئيس رجع بالفعل إلى مصر بعد زيارته لباريس، وتابعنا إحنا يعني أعتقد كل الشاشات تابعت هذه الزيارة، تابعنا 16 اتفاقية، تابعنا عدد كبير من المشروعات والاجتماعات الثنائية التي دارت بين الرئيسين المصري والفرنسي، تابعنا مؤتمر صحفي طبعا بنعتقد انه كان في منتهى الاهميه، تم فيه التطرق لاغلب الملفات الساخنه المطروحه على السطح الان من يعني ارهاب وحقوق انسان وغيره واوضاع اقتصاديه وبرنامج اقتصادي وغيره. الحقيقه انه سفير فرنسا في القاهره قال انه بلاده كانت بتتطلع بالفعل لزياره الرئيس عبد الفتاح السيسي لباريس، وانها اختارت بمنتهى الوضوح انه فرنسا اختارت بمنتهى الوضوح ان تكون شريكا استراتيجيا لمصر. السفير الفرنسي قال في تصريح صدر امس الجمعه لي انه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اكد بوضوح شديد انه فيما يتعلق بمكافحه الارهاب وبدعم الاصلاحات الاقتصاديه فانه فرنسا هتفضل طول الوقت واقفه ودعم مصر، وانها عازمه ان تكون شريكه مرجعيه لها
في مساعدتها في مجالات الامن والتنميه. حقيقه انه كمان كان بيعلق او بيتكلم على الزياره دي، يعني ادانا كده زي بريف عن بقى الزياره، قال انه هذه الزياره الاخيره كانت او شهدت لقاءات مكثفه، شهدت توقيع اتفاقات بقيمه 440 مليون يورو لتمويل مشروعات تنمويه متنوعه. وقال في الوقت نفسه انه احنا لسه محتاجين لدفع العلاقات الاقتصاديه، يعني بنتكلم انه 440 مليون يورو دول لتمويل المشروعات التنمويه المتنوعه، دول مش الهدف، ده مش اقصى حاجه انا عايزه اوصل لها، بالعكس ده هو بيقول ان احنا في نفس الوقت بيقول محتاجين ندفع العلاقات الاقتصاديه ونزود تواجد الشركات الفرنسيه في مصر اللي لديها متطلبات هائله تحتاج الى خبره الشركات الفرنسيه. السفير الفرنسي كمان قال ان في وفد من الشركات الفرنسيه هيزور مصر في نوفمبر ده الجاي على طول ان شاء الله، وتحت رعايه جمعيه ارباب الاعمال الفرنسيه ميداف، وانه في زياره ثانيه هيقوم بها وزير الاقتصاد والماليه برونو لوميير، على الارجح هتكون في الربيع، يعني يمكن في اوائل الربيع المقبل، على راس وفد كبير من الشركات الفرنسيه لبحث افاق توسيع التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين. نروح بقى نكسر شويه الحده المتعلقه بالسياسه، مع انه اللي فات ده ما كانش سياسه قوي باستثناء طبعا حربنا على الارهاب، سياسه وامني وغيره، لكن اعتقد طبعا انه دلوقتي الاوساط المهتمه بالرياضه، اوساط الرياضيه ومشجعين والمهتمين بالرياضه، كله بيتكلم على الماتش الجديد، الاهلي طبعا والوداد البيضاوي المغربي بيتطلع للاقتراب خطوه مهمه نحو التتويج بلقب بطوله دوري ابطال افريقيا لكره القدم، عندما يلتقيان على ملعب برج العرب بمدينه اسكندريه في مواجهه عربيه خالصه بذهاب الدور النهائي للمسابقه القاريه اللي هتكون في تمام السابعه مساء اليوم السبت. الكل بينتظر طبعا هذه المباراة، الأهلي والوداد البيضاوي المغربي. خلينا بس كده ندي شوية معلومات سريعة، ده النهائي العربي، ده يعد هذا هو النهائي العربي الثاني عشر في تاريخ البطولة. البطولة دي انطلقت طبعا نسختها الأولى في 1964، والمواجهة دي بتعتبر هي الثانية بين الأندية المصرية ونظيراتها المغربية في نهائي المسابقة نفسه. ده كان طبعا لأنه كان التقى الزمالك مع الرجاء البيضاوي في نهائي نسخة البطولة في 2002، كان حسمها ساعتها الفريق المصري لصالحه، والفريقين الاثنين بيسعيا لتحقيق نتيجة إيجابية من خلال تسهيل مهمتهما قبل خوض مباراة الإياب التي ستجرى على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء في 4 نوفمبر. سبق للفريقين الحقيقة أنه التقيا 6 مرات في المسابقة، فاز الأهلي في مباريتين، انتصر الوداد في لقاء وحيد، فرض التعادل لنفسه على 3 لقاءات تانية، وده يمكن لما تشوفوا كده النتائج اللي فاتت دي كلها هتلاقوا مدى الندية اللي كانت طول الوقت متسمة بها هذه المواجهة. دي بتعد المواجهة التالتة اللي هتجرى بين الفريقين في النسخة الحالية للبطولة، بعد ما سبق والتقيا في مرحلة المجموعات. ساعتها كلا الفريقين تبادل الفوز بملعبه بهدفين نظيفين في المجموعة الرابعة، وده يعني انه كل فريق هيكون زي ما تقولوا كده كتاب مفتوح للطرف الاخر، كل واحد فاهم التاني بقى بيفكر ازاي، وبالتالي تغيير الخطط والاستراتيجيات هنا بنعتقد انه مهم جدا. الاهلي الملقب طبعا بنادي القرن في افريقيا بيامل في التتويج بلقب البطوله للمره 9 في المسيره في مسيرته، عشان يقدر يعزز رقمه القياسي كاكثر الفرق فوزا بالبطوله الاقوى والاهم على مستوى الانديه في القاره السمراء. خلال القرن الحالي ما غابش الاهلي عن نهائي البطوله اكتر من 4 سنين، ده بيعد يمكن هو النهائي الثامن اللي بيخوضه في الالفيه الجديده، وال11 خلال مشواره الطويل بالمسابقه اللي بداوا 1976. الاهلي طبعا بياخد المباراه ان شاء الله هياخدها بمعنويات مرتفعه جدا، عايزين نشجع الاهلي يا شباب، ننسى بقى احنا اهلاوي وزملكاوي ونفتكر ان احنا فريق مصري بيلعب بفريق يعني لدوله شقيقه بس يعني مش مصري، فيعني يا ريت نحاول ننحي جانبا بس المشاعر اللي جوه شويه دي، ونحاول كده نبتسم في وش بعض ونقول ان هي مباراه نتمنى فيها ان شاء الله للاهلي الفوز. معنويات الاهلي مرتفعه،
كان بعد ما فاز طبعا على الفوز التاريخي ليه على ضيفه النجم الساحلي يوم الاحد اللي فات في اياب الدور قبل النهائي للبطوله، لانه بدا عوض خسارته 2-1 1-2 امام الفريق التونسي في مباراه الذهاب. هنشوف ان شاء الله باذن الله، ونتمنى الفوز يا رب للاهلي، ونتمنى يعني مباراه جميله. بمناسبه المباراه، هيئه السكك الحديد قررت انها تشغل النهارده السبت ان شاء الله، هتشغل 4 قطارات من القاهره، واحنا هنقول لحضراتكم التفاصيل ايه عشان برضو اللي مسافر او رايح من مكان لمكان يبقى عارف. هيئه السكه الحديد قررت النهارده هتشغل 4 قطارات من القاهره لمدينه برج العرب الجديده والعكس، عشان تنقل مشجعي كرة القدم لحضور مباراة الذهاب بالدوري النهائي بالبطولة الأفريقية اللي هتقام طبعا على ملعب استاد مدينة برج العرب الجديدة بين زي ما قلنا فريقي الأهلي والوداد المغربي بإذن الله. المهندس سيد سالم رئيس هيئة السكة الحديد قال إن الهيئة قررت تشغيل قطارين في رحلة الذهاب من القاهرة وقطارين في رحلة العودة من جديد من برج العرب الجديدة، في قطار كمان من محطة اسكندرية لبرج العرب. خليني بس أقول لحضراتكم سريعا عشان دي معلومة مهمة، قطارات الذهاب هتتحرك من محطات القاهرة الساعة 9:30 والساعة 10:30 صباحا، 9:30 الصبح و10:30 صباحا، وهتقف في محطات بنها وطنطا ودمنهور ومحرم بك وكينج ماريوت ومحطة 25 يناير وبرج العرب الجديدة. في رحلة العودة هيتحرك القطار من محطة 25 يناير بمدينة برج العرب الساعة 22 مساء، ده اللي هو 10 مساء، والقطار الآخر من محطة اسكندرية الساعة 23 اللي هو 11 مساء بعد انتهاء المباراة، وهيقف في نفس محطات الذهاب. رئيس هيئة السكة الحديد قال انه تقرر ان تكون سعر التذكرة موحدة 30 جنيه شاملة رحلتي الذهاب والعودة من القاهرة لبرج العرب الجديدة والعكس، وذلك تشجيعا للجمهور المشارك في حضور المباراة لرفع الروح المعنوية طبعا للفريق المصري المشارك في البطولة. نروح الى بعض الاخبار العربية او زي ما بيسموها بان عرب يعني عربية، وبعدها بعض الأخبار العالمية أيضا مهمة. أمين عام الرئاسة الفلسطينية الطيب عبد الرحيم أصدر تصريحات قال فيها أن رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي كان ليها الحقيقة وهم بيحتفلوا في بريطانيا باحتفال بريطانيا بالذكرى المئوية لصدور وعد بلفور، كان بيتكلم انه او بيصف يعني تصريحاتها انها بتنم عن جهل بحقائق التاريخ، ووصفها كمان انها وقاحة سياسية. يعني فكرة التشدق بوعد بلفور وان انت قاعد بتضرب بيه المثل وبتفتخر بمئوية هذا الوعد الذي ادى الى ليس فقط طبعا احتلال واغتصاب فلسطين دولة عربية، بل الى تدمير المنطقة والتأزم يعني السياسي الحقيقي في العالم كله، مصرع الصراع في العالم كله بطريقة او باخرى هتلاقي اساسه الاستقرار في الشرق الاوسط وما يحدث في فلسطين بين فلسطين واسرائيل. فكرة انه تريزا مي تطلع وهي رئيسة وزراء بريطانيا تطلع في التصريحات تقول انه بنحتفل بمئوية وعد بلفور، اعتبرها امين عام الرئاسة الفلسطينية وقاحة سياسية، واعتبرها كمان اصرار على تأييد الجريمة اللي وقعت بحق الشعب الفلسطيني. بيقول انه اصرار رئيسة الحكومة البريطانية على الاحتفال بمرور 100 عام على الوعد المشؤوم ده بيمثل تأييد للسياسات العنصرية والقمعية التي يمارسها الاحتلال، وانها بتؤكد بصورة لا نقاش فيها انه بريطانيا تقف الى جانب استمرار التوتر في منطقة الشرق الاوسط بتدمير حل الدولتين والتوصل الى حل يكفل لشعبنا الحصول على دولته في حدود عام 67 واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. الحقيقة في تصريحاته برضو امين عام الرئاسة الفلسطينية في تصريحاته قال انه الفخر اللي بتتكلم بيه رئيسة الوزراء البريطانية بإقامة الكيان العنصري فوق أرض فلسطين وعلى أنقاض الشعب الفلسطيني هو العار بعينه، وإنه السياسة دي لم تتغير لبريطانيا طول احتلالها أو ما يسمى انتدابها على فلسطين،
وبالتالي فهي تتحمل مسؤولية سفك دماء الشعب الفلسطيني ومعاناته مع الشعوب العربية جماعها. لكن الشعب البريطاني بدأ يدرك الآن حجم المأساة والجريمة التي صنعتها بريطانيا عن عمد وصادق إصرارها، وأنه بيشارك هذا الشعب البريطاني، يعني بيشارك الشعب الفلسطيني تضامنه ووقفته ضد تلك السياسة الاستعمارية ورموزها اللي بيستحقوا الحقيقة كان عن جدارة المحاكمة والعزلة لهم ولكل من يؤيدها. الحقيقة أنه أمين عام السلطة الفلسطينية أيضا قال أنه شعب الفلسطيني بهذه المناسبة بيطلب الاعتذار عن ذلك الوعد المشؤوم بدلا من الاحتفال به، واللي طالب به رئيس دولة فلسطين سيد محمود عباس أبو مازن من على منبر الأمم المتحدة، زي ما في كتير من الدول الاستعمارية السابقة عملت قبل كده، ومصر أنه تعترف بريطانيا بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على أرضه، وإلا سيظل تاريخ بريطانيا في أذهان الشعب العربي الشعب الفلسطيني وجماهير الأمة العربية بل والعالم بأسره ملطخ بالسواد ويثير الاشمئزاز والكراهية عند الأجيال المتعاقبة. خلونا ناخد هاتفيا الدكتور حازم أبو شنب القيادي بحركة فتح. دكتور حازم تحياتي ليك يا فندم. أهلا وسهلا، صباح الخير. صباح النور. الحقيقة أنه يعني اعتدنا على مثل هذه التصريحات من المسؤولين في بريطانيا وغيرها، ولكن هذه المرة الحقيقة فكرة الاحتفال بمئوية وعد بلفور، فكرة المزيد من الفخر بهذا الوعد المشؤوم، خليني أستخدم اللفظ الذي استخدمه أمين عام الرئاسة الفلسطينية السيد الطيب عبد الرحيم، ربما كان يعني مثيرة للاشمئزاز في وقت يعني نعاني منه من انتهاكات كثيرة جدا من الجانب الصهيوني، العدو الصهيوني ضد الفلسطينيين العزل، ضد الأقصى وغيره. كيف ترى تصريحات تيريزا مي عن وعد بلفور دكتور حازم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يجب ذكر أن نحن الآن على أعتاب 100 عام على وعد بلفور. بلفور هو سير بلفور، كان يعمل وزيرا للخارجية البريطانية، والذي كانت بريطانيا في ذلك الوقت هي التي تنتدب أو منتدبة على فلسطين، بمعنى احتلال ولكن بشكل انتداب على فلسطين. قام في ذلك الوقت في إطار تقسيم المنطقة العربية، قام بالتوافق مع شريكه على أن تقسم فلسطين كما قسمت المنطقة العربية، ولكن تقسيم فلسطين لم يكتمل، حيث تمت السيطرة الإسرائيلية الكاملة على الأراضي الفلسطينية. إذن ما العار الذي اجتلبه بلفور إلى فلسطين؟ هو أنه جاء بشعب ليطرد شعب كامل من بلاده ويحتل بلاده، وأن يصبح بديله على ذات المكان. هذا هو العار، وبالتالي هو ليس من حقه أن يفعل ذلك، ولكنه قام بذلك وأهدى بلاد لشعب آخر غريب عن المنطقة، أعطاه إياها هدية وقال له هذه ملكك. هذا هو فك وعد بلفور الذي قدمه لتيودور هيرتزل، كان رئيس المنظمة الصهيونية العالمية، والتي على أساسها بدأت بريطانيا تسهل عملية اجتلاب آلاف اليهود من أوروبا، التي رغبت بالتخلص من هؤلاء اليهود من أوروبا بعد أن ظلمتهم وأن قامت بحرقهم في كثير من الأماكن، والاعتداء عليهم للتخلص منهم باعتبارهم أنهم يؤذون أوروبا. إذن أوروبا تخلصت من اليهود باعتبارهم أذى، تخيل المنطق، وتصدير إلى المنطقة العربية في فلسطين تحديدا دون وجه حق، فقاموا بطرد شعب فلسطين بهذه الطريقة. وأشرفت بريطانيا على تدريب عصابات منظمة من هؤلاء المستوردين اليهود، ودربتهم في معسكراتها، وقدمت لهم السلاح والدبابات وبعدها الطائرات ليكملوا احتلالهم لفلسطين.
هذا أمر غير مقبول طبعا. هذا عار سياسي، هذه جريمة بحق الإنسانية ارتكبت أمام مرأة العالم، وبريطانيا الآن تحتفل بأنها قامت بهذا العار السياسي وهذا العار والجريمة الإنسانية. البعض يرى دكتور حازم أنه مطالبة السيد الطيب عبد الرحيم أمين عام الرئاسة الفلسطينية، مطالبة بريطانيا بأن تقدم اعتذار للشعب الفلسطيني بل وللأمة العربية عن قطعها لهذا الوعد بدلا من الاحتفال، أنه هذا أمر يعني مستحيل، أو أنه هذا أمر يعني طلب غير منطقي وغير معقول، لأنه كان من الأدعى إذا ما كان هناك نوايا من بريطانيا للشعور بالندم تجاه قطعها لهذا الوعد منذ ما يقرب من 100 عام، والذي أدى إلى ما نحن به الآن من احتلال الدولة الفلسطينية، كان من الأدعى أن تقدم بريطانيا ولو مرة أو مرات قليلة على مدار السنوات الطويلة الماضية أي يعني لوم إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي بكل الممارسات الوحشية التي قامت بها على مدار عشرات السنوات ضد الشعب الفلسطيني وضد الأقصى، وهو ما لم يحدث طبعا. شوفي، بريطانيا يعني يمكن الأجيال الجديدة لا تعرف، نحن قرأنا في التاريخ أن بريطانيا كانت كان اسمها المملكة التي لا تغيب عنها الشمس. لماذا؟ لأنها كانت تحتل كمية أراضي على مستوى العالم تجعل دوران الكرة الأرضية حول الشمس يظهر على مملكة بريطانيا طوال اليوم وطوال العام، وبالتالي هي كانت تمتد أراضي المملكة في أماكن كثيرة نتيجة الاحتلال. طيب، هذه البريطانيا في ذلك الوقت هي التي ما زالت على ما يبدو العقلية التي تحكم القيادات السياسية الذين تغيروا من سنة إلى سنة، وما زالوا يحسبون بأنهم مملكة لا تغيب عنها الشمس. يعني هم يفاخرون بأنهم قوة احتلال، هم يفاخرون بما قاموا به بالمنطقة العربية. حضرتك، وعد بلفور مربوط بشكل أو بآخر باتفاقية سايكس-بيكو التي قسمت العالم وقسمت المنطقة العربية، والتي يدفع ثمنها الشعوب العربية حتى الآن، حتى في اللحظات التي نحن فيها التي تقوم أو تدور فيها رحى حروب مختلفة في المنطقة العربية. أحد أسبابها هو الدور الذي حدث في سايكس-بيكو، وبالتالي مأساة فلسطين التي قامت على وعد بلفور ومن بعدها النكبة في عام 48، كل هذا نتيجة السياسات التي انتهجها الاستعمار البريطاني ومن كان في ذلك الوقت معهم، ولكن نحن نركز على بريطانيا الآن. كل هذا نتاج لسياسة الاستعمار البريطاني في المنطقة، تقسيم المنطقة العربية كله حتى أصبحت الخريطة بالشكل الذي نراه مقسمة فيها البلاد هو نتاج للسياسة البريطانية. التقسيمات برأيي، التقسيمات التي تحدث في المنطقة منذ عدة سنوات أيضا يرتبط برغبة غير معلنة من بريطانيا ومن غيرها من الدول في الغرب التي تريد تقسيم وتفتيت المنطقة العربية وإعادة رسم خريطة جديدة للمنطقة العربية. هذا ما يحدث الآن على الأرض، وبالتالي مأساة فلسطين تتكرر. السياسة البريطانية التي ترينها ونراها جميعا على الأرض الآن بتقسيم وتفتيت المنطقة يجعل الأساس الذي يقومون على حكم بريطانيا لا يندمون، لأن هم يقوموا بما قاموا فيه في فلسطين سنة 48 هو ذاته ما يقومون به الآن في عدد من الدول في المنطقة ومن بينها فلسطين. وبالتالي السياسيون الذين يقولون الطلب من بريطانيا غير منطقي، هو يقصد، أنا برأيي هو يقصد أنه يقول أنه لم تتوانى أو لم تتراجع بريطانيا عن سياستها التي انتهجتها في وقت سابق، وأنها تصمم على تقسيم المنطقة وعلى تفتيت المنطقة وعلى التأثير على مصالح الدول العربية رغم القفاز الناعم الذي ترتديه في التعامل في التصريحات التي يظهرونها أمام العالم أنهم يتفهمون نصوص تصدر عن وزارة الخارجية أو رئاسة الوزراء تماما بالنص التالي، نتفهم المصالح أو الاحتياجات العربية والفلسطينية. تتفهم إزاي وأنت تقوم بعملية سحق الشعوب وتقسيم بلادهم
وتفكيد الأراضي العربية وتحويلها إلى دويلات مقسمة تقوم على أساس أحيانا مذهبي، أحيانا حزبي، أحيانا عرقي، أحيانا كثير. إذن هم مثيرون للفتن ومثيرون للحروب والقتل في المنطقة لأسباب سياسية واقتصادية للسيطرة على منابع النفط ومنابع الطاقة في المنطقة. أشكرك جزيل الشكر الدكتور حازم أبو شنب القيادي بحركة فتح الفلسطينية، تحليل وافي أعتقد لسبب يعني الثورة ضد هذا الوعد. يعني هي ليس ثورة ضد هذا الوعد، هي ثورة الحقيقة بفكرة احتفال بريطانيا بمئوية وعد بلفور الذي أتى بالخراب على فلسطين والمنطقة ككل. نروح إلى روسيا، وعندنا خبر من وكالة انترفاكس الروسية للأنباء، خبر غريب ربما شوية، أنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أشرف بنفسه على إطلاق 4 صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية خلال مناورة للقوات النووية الاستراتيجية الروسية. في ناس ممكن تشوف الخبر ده طبيعي، يعني في ناس تقولك انه هذا النوع من او هذا القدر والحجم من التجارب الصاروخية شيء طبيعي، او يعني بتحمل رؤوس نووية شيء طبيعي انه رئيس البلاد هو من يشرف عليها بنفسه. لكن في كل الاحوال هذا ما ذكره الخبر. وزارة الدفاع الروسية بتقول طلعت بيان منفصل قالت فيه ان التجربة دي جرت شملت صواريخ باليستية بتنطلق من الارض والجو، واخرى تطلق من فوق سطح الغواصات، بيطلعوا مع بعض في وقت واحد كلهم. الناطق الرسمي باسم الرئيس الروسي ديمتري بيسكوف ذكر انه القوات المشاركة في المناورات تدربت على تنسيق عمليات الصواريخ الهجومية وغواصات المحيطين المتجمد الشمالي والهادي الذرية والطائرات الاستراتيجية الروسية، وقال انه الرئيس فلاديمير بوتين اطلق 4 صواريخ باليستية، وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن الصواريخ أصابت أهدافها بدقة وبلغت الحقول المخصصة لذلك على بعد آلاف الكيلومترات عن نقاط إطلاقها. كاتالونيا آخر ناخد كده بس آخر خبرين معانا. كاتالونيا طبعا لكل من امبارح ناس كثيرة جدا كانت منقص، يعني في حالة انقسام شعبي كده، أو يعني مؤيد ومعارض، ناس تقول لك كاتالونيا ديكليرد سيبريشن او كاتالونيا اعلنت الانفصال، وفي ناس متضايقه يعني انه ده شيء ايجابي، وفي ناس طبعا تانية بتعترض وتقول لك لا، لانه ما ينفعش ان كل اقليم في دوله يقرر فجاه ان هو ينفصل بذاته، يبقى ليه دستوره وليه شعبه وليه برلمان وليه الكلام ده كله. في كل الاحوال البرلمان المحلي في كاتالونيا أعلن صوت في اقتراع سري أجراء النواب في برشلونة، ولكن طبعا يعني التصويت ده ما كانش فيه معارضه الانفصال، كان فيه مقاطعة من كل اللي معارضين الانفصال أصلا لصالح إعلان الانفصال عن أسبانيا. احنا بنتكلم ان احنا عندنا في البرلمان المحلي ده 82 عضو نائب، عندي 70 وافقوا، عندي 70 نائب اعلنوا ايدوا الانفصال، عندي 10 عرضوا، وعندي 2 امتنعوا عن التصويت، يبقى كده المجموع 82. اصل امبارح كان في حسبه كده كنا قاعدين بنعملها، المجموع 82، 70 وافقوا، 70 من نواب البرلمان المحلي في كاتالونيا وافقوا على الانفصال، 10 قالوا لا نرفض الانفصال، و2 امتنعوا عن التصويت. اول ما اعلنوا الخبر صياحات بقى مؤيدوا الانفصال يعني احتشدوا بره مقر البرلمان قد كده، ويعني هتافات وغيره ما بين مؤيد ومعارض، بس طبعا المؤيدين يعني كانت هتافاتهم عالية جدا الحقيقة، كانوا هم شايفين انه في الانفصال ده استقلال وحرية وكرامة وما الى ذلك. التصويت ده بيعد ربما تصعيد اخر عشان بس ننظر للامور بصورة بالشكل الكامل، او يعني نكون عارفين بس تداعيات الموضوع ايه. الانفصال ده لما بيحصل في تصعيد اخر هيحصل مع الازمه مع الحكومه الاسبانيه في مدريد. الحقيقه انه التحرك ده كان جاي في الوقت اللي المجلس الشيوخ في مدريد كان بيبحث اقتراح للحكومه بفرض الحكم المباشر على الاقليم، وانه يتجرد من كل صلاحيات الحكم الذاتي اللي عنده. يعني هم عملوا الاستفتاء وبيعملوه ووافقوا عليه في البرلمان المحلي في كاتالونيا في الوقت اللي مجلس الشيوخ فيه في مدريد بيقول لك لا، ده احنا هنعمل بقى قرارات
وحنسلب من البرلمان المحلي في إقليم كاتالونيا كل سلطاته، وحنجرده من أي سلطات ليه، ومش هبقى ليه أي قدرة أنه هو ياخد أي قرارات. رئيس الوزراء الأسباني ماريانو راخوي قال إن لأعضاء المجلس أن في حاجة ملحة لحكم مباشر لإعادة القانون والديمقراطية والاستقرار إلى كاتالونيا، وأنه طبعا الانفصال ده ضد الاستقرار وضد الوحدة البلد أو الدولة نفسها. المفترض أنه مجلس الشيوخ هيقر اقتراح الحكومة، ومن شأن البرلمان المقترح طبعا أنه تتمكن أو تقدر مدريد أنها تسيطر على موارد الإقليم المالية، بالإضافة إلى السيطرة على الشرطة ووسائل الإعلام. الأزمة طبعا زي ما احنا عارفين يعني اللي ما تابعهاش من البداية، كانت في الشهر بداية الشهر الجاري لما في مسؤولين في كاتالونيا نظموا استفتاء على الانفصال. حكومة الإقليم ساعتها قالت لك 90% من اللي شاركوا في الاستفتاء اللي بلغت نسبتهم كانت 43% من الناخبين المسجلين أيدوا الانفصال ده، بس المحكمة الدستورية هناك طلعت في مدريد قالت إنه هذا الاستفتاء هو غير قانوني من الأساس. آخر خبر هلحق أقوله قبل يعني خبر تاني، وانا ناخد خبرين بسرعة كمان. في متحدثة باسم رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي تاني يعني، بس ده خلاص ملوش دعوة بوعد بلفور. في كلام في الأيام الأخيرة كده الماضية بيتقال إنه هناك بعض رصد، خليني بس أكون دقيقة يعني، مش عشان احنا زعلانين من بريطانيا عشان بيحتفلوا بالمئوية وعد بلفور نقوم نقول حاجة مش دقيقة، لازم نكون في منتهى الدقة، معلش. هذه نقرة وهذه نقرة. البرلمان في بريطانيا رصدوا فيه او في كلام عن حالات للتحرش الجنسي ما بين نواب وما بين او انتشار، خلينا اقول انا بستخدم المصطلحات اللي جايه من صحيفه صن، اللي عايز الريفرنس او المرجع يرجع لصحيفه صن البريطانيه كاتبه كل حاجه وبالتفصيل. بيقول لك انه في بعض تفشي لحالات التحرش الجنسي داخل البرلمان بين المشرعين وبين بعض موظفي البرلمان. هي حتى قايله الجريده قايله موظفي، مش 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 محدده قوي ميلز ولا في ميلز، فيعني التقرير ده زي ما قلنا نشرته صحيفه صن، قايله فيه كده الهيدلاينز السريعه بتاعته، بتقول لك انه في اعقاب. طبعا حضراتكم فاكرين، معرفش يعني لو تتذكروا ولا لأ، كان في منتج سينمائي أمريكي معروف جدا اسمه هارفي وينستون. هارفي ده منتج سينمائي أمريكي معروف جدا، وكان ليه قصة كبيرة قوي إن هو كان بيتحرش بعدد كبير من السيدات وكان أو الفتيات، وكان يعني في عمليات مقايضة ومش عارفة إيه وكده، وكانوا بيخافوا أو ما بيحبوش إن هم يتكلموا عن ده، وبعدين في الآخر قرروا إن هم يتكلموا عن تجاربهن مع التحرش. المهم معرفش ليه الصحيفة واخدة يعني هارفي المنتج السينمائي الأمريكي ده واخداه كنموذج كدليل يعني أو كمثل. فبتقول لك إنه الموظفات في منطقة ويستمنستر في لندن اللي بتضم اللي فيها مقر الحكومة، فيها البرلمان، فيها الوزارات الرئيسية، أصلا أبرز المناطق الحاجات الحكومية والمؤسسات الحكومية موجودة هناك. الموظفات في البرلمان بقى عملوا إيه؟ عملوا جروب على واتساب عشان يتبادلوا تجاربهم مع التحرش. وعلى فكرة الجروب فكرته هايلة ده بجد، لأنه بيدي سبورت ودعم نفسي حلو جدا، وعشان يحذروا الأخريات من أي معتدي بوتنشل أو معتدي محتمل. فالفكرة لطيفة جدا الحقيقة، أنه الموظفات هناك في البرلمان قال لك ده في مشرعين في البرلمان البريطاني بيتحرشوا بينا جنسيا، وهم ما بين بقى واحدة مكسوفة لما بين واحدة مش عايزة تقول لما بين واحدة خايفة تخسر شغلانتها لما بين واحدة مش عايزة مشاكل وجع دماغ، فمش قادرين يقولوا على الملأ. لكن واضح انه لما حصلت يعني تعليقات ثنائية بينهم فكلهم شجعوا بعض في النهاية، فراحوا عاملين جروب الواتساب وقالوا فيه انه الجروب ده مخصص لكل من تعرضت للتحرش من قبل البرلمان، من قبل مشرعين في البرلمان البريطاني، واحنا بنحذر الستات والبنات التانيين خدوا بالكم علشان ما يحصلكوش اي تعدي او تحرش. الصحيفة الحقيقة صن مش كاتبة اسماء اشخاص، وهم طبعا اذكى بكثير ان هم يكتبوا اسماء اشخاص الا لو معهم هناك ما بيهزروش، والحقيقة في اي مكان يعني حتى في اي بلد تانية لو انت كتبت
اتهمت حد بخصوصا الحاجات اللي ليها علاقه بالاخلاقيات مثلا، علاقه يعني اخلاقيه، حاجات ليها علاقه بالذمه الماليه وغيره، وما كانش معاك الدليل بده طبعا، يعني على طول فيها حكم قضائي، مش هزار يعني. فهو جريده صن مش كاتبه اسماء ومش كاتبه انه يعني الصله معينه بالمزاعم، لكنها نسبت الى عضوات في المجموعه، هي ما نشرتش اسمائهم، بس كانت بتوصف محتوى الرسائل والغرض من انشاء المجموعه دي اللي عملوها بعض الموظفات في البرلمان البريطاني على واتساب. المتحدثه باسم تريزا ماي رئيسه الوزراء البريطانيه طلعت تقول ان التقارير دي مثيره جدا للقلق، بس احنا مش هنقدر دلوقتي نستبق الاتهامات او التحقيقات اللي لم يعلن عنها بعد اصلا، وانه تريزا ماي كانت واضحه جدا لما علقنا قبل كده زمان على تقارير عن هارفي المنتج السينمائي الامريكي اللي قلت لحضراتكم عليه، ده كان لسه من كام اسبوع القصه بتاعته دي، وعملت ضجه بره جامده جدا، وقلنا انه اي سلوك جنسي غير مرغوب فيه بيعتبر امر غير مقبول على الاطلاق، وانه ده ينطبق على اي منحة من مناحي الحياه بما في ذلك السياسه. دي طبعا بشكل منفصل، فيما ابقى مجموعه من عضوات حزب العمال المعارض عملوا موقع الكتروني برضو، قعدوا شجعوا زميلاتهم ان هم يتكلموا على اي تحرش اتعرضوا ليه داخل حزب العمال المعارض. والمتحدثه باسم تريزا ماي قالت انه اي اتهامات قد تخرج الى العلن هيتم التعامل معها بمنتهى الجديه، وننصح بالاتصال بالشرطه في حال وجود اي اتهام. نروح الى بطله مصر في الكاراتيه منى شعبان. منى شعبان البطلة الجميلة اللي بتحصد برونزية بطولة العالم بأسبانيا، وإحنا وعدنا حضراتكم وقلنا إن ده دورنا، إنه الأضواء لا يجب أن تسلط فقط على أبطالنا في كرة القدم، عندنا أبطال. دي منى شعبان ربنا يبارك لها وألف مليون مبروك وفرحتنا، وبرونزية بطولة العالم في أسبانيا ده شيء جميل. طبعا بطلة منتخب مصر للكاراتيه منى شعبان امبارح الجمعة وصلت انتصاراتها ببطولة العالم اللي بتستضيفها اسبانيا دلوقتي، قدرت تحقق ميدالية برونزية في منافسات الوزن فوق 59 كيلو. الف مبروك يا منى. وعضو مجلس ادارة الاتحاد المصري للكاراتيه مصطفى فكري الحقيقة انه اشاد جدا بالمستوى الملفت اللي ظهرت بيه بطلة الفراعنة في غمار منافسات المسابقة، بعد ما اتغلبت على العديد من بطلات دول العالم لتضيف برونزية الى تاريخ هذه اللعبة، لعبة الكاراتيه المصرية. واتمنى لها الحقيقة التوفيق، واتمنى التوفيق لبقية لاعبي المنتخب الوطني ان هم ان شاء الله يا رب يوصلوا تألقهم بإحراز العديد من الميداليات والتتويج باللقب. ألف مليون مبروك البطلة منى شعبان، مبروك حصولك البرونزية، الحقيقة سعداء بيكي جدا. وتاني بقول لحضراتكم دورنا في الإعلام ان احنا لا نلقي الضوء فقط ولا نهتم فقط بكرة القدم، في رياضات أخرى كثيرة جدا فيها ناس بتتعب، فيها ناس عايزة أقول لحضراتكم بتصرف على نفسها حرفيا، تعتمد على نفسها حرفيا عشان تقدر تمثل مصر في النهاية وترفع علم مصر في النهاية. في ناس بإمكانيات قليلة جدا بيقدروا يسافروا بره ويمثلوا مصر ويرفعوا علم مصر بأي من الجوائز أو حتى بالتمثيل المشرف حتى إن لم يحصدوا على جوائز. منى شعبان ألف مليون مبروك يا بطلة، فرحتينا والله. من الحاجات الجميلة اللي سمعناها على مدار امبارح وأول امبارح الحقيقة، واستفتاء ربما جديد من نوعه، يعني أنا يمكن ما سمعتش قبل كده عن هذا الاستفتاء. زملائنا الأعزاء في موقع اعلام.org عملوا استفتاء مين أفضل متحدث رسمي أو متحدث إعلامي يعني للوزارات والهيئات الحكومية. أنا بس عايزة قبل ما أدخل في تفاصيل الخبر عايزة أقول حاجة، الفكرة في منتهى الاحترام أولا لأن هي فكرة جديدة، وتاني حاجة خد بالك من حاجة حضرتك، احنا طول الوقت في الإعلام بنطلع على حضراتكم كده كمذيعين ومقدمي برامج بنقول إيه؟ نحن نعاني من نقص المعلومات، حضراتكم حفظتوا الكلمة دي طبعا، نحن نعاني من نقص المعلومات، وبالتالي المتحدث الرسمي أو السبوكس بيرسون أو المستشار الإعلامي للهيئة أو للجهة أو للوزارة ده بيبقى منوط مش بس انه يصدر او يكتب التصريحات ويطلعها، الراجل ده او الشخصية دي literally زي ما بيقولوا كده حرفيا بيبقى 24 ساعة on call، لان انت بتجيب على اسئلة صحفيين واعلاميين ومذيعين ومعدين وبتحدث بياناتك وبترافق الشخصية المسؤولة اللي انت معاه او الوزير اللي انت معاه
تكتب البيانات الصحفيه بتراجعها، لو في حاجه في الميديا العالميه بره بتتابعها وبتبعت تقول، بتحدث الصور، بتحدث المكتبه الديجيتال، شغل غير طبيعي. والحقيقه الحقيقه الحقيقه انه هذا الاستفتاء يعني، وبدون اي مجامله خلينا بس نقول تفاصيل الاستفتاء ايه الاول عشان انا عندي اسئله كثيره متعلقه بالاستفتاء نفسه والفكره جت منين. خلينا نقول الف مليون مبروك للكاتب الصحفي وزميلنا العزيز الاستاذ هاني يونس المتحدث الرسمي باسم وزاره الاسكان والمجتمعات العمرانيه. استاذ هاني فاز بالمركز الاول في استطلاع الراي ده اجراه موقع اعلام دوت اورج عن المتحدثين الاكثر تجاوبا والأكثر ردا والأكثر تفاعلا بشكل مباشر مع معدي ورؤساء تحرير برامج التوك شو، برامج التوك شو الصباحية المسائية البرامج، وإنه ما يكونش فقط مصدر للبيانات، مش واحد يعني قاعد، أنا أسفة في الكلمة مع احترامي للكل، مش واحد قاعد في مكتبه بيكتب كلمتين ويطلع البيان الصحفي أو البريس ريليز، لا، في كده رد فعل، في تجاوب بيحصل. الاستطلاع يمكن أجري مع 65 معد ورئيس تحرير برامج توك شو زي ما قلنا صباحية وإخبارية وغيره ومسائية وغيره، بحثا عن أفضل متحدث رسمي للوزارات. وحصل الأستاذ الكاتب الصحفي زميلنا هاني يونس المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان على المركز الأول في هذا الاستفتاء. خلينا ناخد بس هاتفيا الأول زميلنا الصحفي الكاتب الصحفي الأستاذ محمد عبد الرحمن رئيس تحرير موقع إعلام دوت أورج. يا أستاذ محمد صباح الخير يا فندم. صباح دريم يا أستاذ. يا صباح دريم عليك يا أستاذ محمد. خليني أحييك بدون أي مجاملة على الفكرة، فكرة جديدة محترمة. قول لي الأول الفكرة جت إزاي واشتغلتوا على تنفيذها إزاي يا أستاذ محمد؟ هو بصراحة شديدة، إحنا المفروض كانت من إحنا إعلام دوت أورج دلوقتي بقى له 3 سنوات، إحنا كان المفروض إن ده طول الوقت من نشاطات الموقع هو تقييم السوق وتقييم الممارسة المهنية في كل الاتجاهات، لأن السوق بس مش إعلاميين وبرامج دوك شو صباحية أو مسائية، السوق أوسع من كده. هكون صريح معاكي أكتر، الحساسيات شوية اللي في السوق يمكن عطلتنا فترة إن إحنا نعمل النوع ده من الاستطلاعات. صحيح. كمان ممكن نعمل استطلاع مثلا إلكتروني عادي للجمهور لأفضل مذيع أو أفضل برنامج، فنكتشف إن التصويت متأثر بإن في حد من المذيعين دول أو حد من المسلسلات رمضان بيحط الاستطلاع على صفحته، فبيفضل موضوع إن الاستطلاع يتعمل بشكل محكم وشكل يعني ممنهج صعب شوية. لكن قريب كنا لقينا الناس كذا حد من الزملاء بينتقدوا بعض المتحدثين الإعلاميين، فقلنا إحنا بدل ما نعمل بروفايل أو موضوع عن المتحدثين السلبيين نشوف مين الكويس ونشكره. دي دايما من الازمات اللي موجوده عندنا، ان احنا بنقول السيء بس ما بنقولش على مين الكويس. فقررنا احنا وزمايلي في الموقع، طب تعالوا نعمل الطريقه اللي احنا دايما بنعملها في استطلاعات الراي وكده، ان احنا نسال اهل الشأن بعدد كبير قوي مش ب 10 ولا ب 20، ونحط 5 درجات ونقول لهم اختاروا 3 مش 1، دي نقطه طلعت برضو مهمه. نحط 5 درجات اللي دايما هيطلع الاول، ونحط 3 اللي هيطلع الثاني، ونحط درجه اللي هيطلع الثالث. وفعلا تواصلنا مع عدد كبير جدا، في 42 من ال 65 تجاوبوا وبعتوا اجابات والباقي تحفظ. شكل الاستفتاء يا استاذ محمد، هل بتبقى في اسئله؟ لانك اكيد مش هتطرح مين افضل متحدث وخلاص، ايه الكرايتيريا والمعايير اللي بناء عليها اديتوا المعد او مستقبل الاستفتاء ده المجال انه يقيم على الاساس ده؟ انه يكون في برنامج يومي تخصصه انه بيمارس اتصالات كبيره مع الوزارات، لازم يكون بينطبق عليه ده، وانه ما يكونش بس توك شو، في كمان يا جماعه راديوهات، في برامج في مزبيرو، في حتى لو برامج في قنوات مش رئيسيه، المهم يكون هو البرنامج نفسه عليه تواصل، ويكون حد بقاله فتره طويله في المجال. الحاجه الثانيه انه يختار 3 مش 1، وانه يقول ليه كويس. طبعا ليه دي معظمها 3 يعني زي ما يكون اختيار اول وثاني وثالث ما يقولش 1 بس، ما يقولش 1 و2 بس، ما يقولش كلهم يعني، بس يعني بس الترتيب زي رغبات ثانويه عامه كده يعني. ان الاول ده هياخد 5 يعني، لو فرضنا جدلا عشان ليه هاني يونس عمل 102 درجه، لانه معظمهم كان مختارينه الاول، عشان كده فرق عن الثاني استاذ احمد خيري حوالي 50 نقطه كان جايب 70، وبعد كده الارقام كانت تحت 40. فدي برضو من الحاجات اللي مهمه، ان انا لو قلت يا جماعه انا سالت 100 ففي مثلا 50 قالوا هاني والباقيين توزعوا، ده مش بيعبر قوي، هو اللي بيعبر الترتيب كمان، لان هم حوالي اكثر من 15 او 16 متحدث. بس ما هو مهم كمان في الموضوع ده انه كذا حاجه، لو ينفع بس معايا دقيقه كمان. اول حاجه انا بقول لزمايلي المعدين، يا جماعه احنا في مجال بنحاول نقيم نفسنا، واحنا قلنا ان احنا مش هنقول اسامي اللي اختاروا، فما فيش داعي اللي كان في بعضهم
يحفظ على انه يجاوب، فطبعا ده كان هيفرق معانا عشان مش عايزين يزعلوا حد يا استاذ محمد، وانت عارف مهنتنا طبعا انت يعني في المهنه ما نزعلش حد بالظبط. ان في بعض الناس بدوا يبعتوا اجابات بعد ما اعلنا النتيجه، بس دي حاجه. انا اتمنى ان مفيش حد من زملاء المعدين اللي تحفظ على الاجابه يروح يقول لاستاذ هاني او استاذ احمد خالي او استاذ ممدوح رمضان يقول لهم ده انا اخترتكم، يعني اتمنى يعني كويس. خلونا نعمل حاجه بشفافيه حقيقيه كده، خلونا بجد نبدا حاجه بشفافيه كده. احنا موقع ملوش دعوه بالوزارات الخدميه، فانا انا موقع محايد. انا اتمنى انه بعد كده يبقى عندي دراسات لمين افضل رئيس تحرير برنامج ومين افضل ديكور لبرنامج عشان نقدر نقيم السوق بشكل كبير، وان شاء الله ده نقدر نعمله الفتره اللي جايه باذن الله. انا عايزاك تخليك معايا لو سمحت يا استاذ محمد، احنا معانا شباب زميلنا الكاتب الصحفي الاستاذ هاني يونس المتحدث الرسمي لوزاره الاسكان. يا استاذ هاني اهلا يا فندم، صباح الخير يا زميلنا. خليني اقول لك الف مبروك، و شهادتي فيك مجروحة، لأنه أنا دايما بقول ده سواء وحضرتك معانا على الهواء أو وأنت مش معانا على الهواء، حقيقي من الأكثر كفءا وتجاوبا دائم بشكل دائم مع كل البرامج ومع كل الزملاء ومعانا. ألف مليون مبروك على الاختيار المستحق ده يا أستاذ هاني. ربنا يخليك يا فندم، مشكر يا أستاذ منى ومشكر يا أستاذ محمد على الاستقبال اللي حضرتك أجريته وموقعك الإلكتروني أجراه، وأرجو إن احنا نكون عند انا وزمايلي مش انا لوحدي، نكون عند حسن ظن المواطن لان هو ده اهمنا الاول والاخير. واذا كان السنه دي الحمد لله احنا اخطلت على المركز الاول، فان شاء الله يكون السنه الجايه في زمايلي افضل منه يوصلهم على المراكز الاولى، وده هيكون حافز لكل الزملاء ان كله يحاول ان هو يثبت اعلى كفاءه واعلى اداء، اولا عشان ارضاء المواطن، وثانيا عشان برضه ده تقدير معنوي اللي حصل في الاستفتاء ده. يا رب يكون كل مجتهد نصيب ان يحصل عليه ان شاء الله. يا رب باذن الله. مين اللي بلغك بنتيجه الاستفتاء يا استاذ هاني؟ والله احد الزملاء المعدين اول الاستفتاء ما طلع بعتش النتيجه على طول على الواتساب اللي هو الخبر اللي كانت نشره اعلان دوت اورج، وعلى الفور لقيت بقى كل الناس عملت تاج على الفيسبوك ومشاروع على الفيسبوك، فالحمد لله تواصلت انا بقى مع عدد من اللي كانوا بمشاركين المؤدين، فقلت لهم ده ايه موضوع الاستفتاء كذا وكذا وكذا، واحنا بعتنا ودي يا استاذ محمد ما قال برضه الزملاء بعتوا لي اللي هم اختاروه الاختيارات بتاعتهم والحمد لله. اتفضل يا استاذ هاني. لا تابع بس بطلب من زمايلي يعلوا لي الصوت، عندي مشكله فيه. اتفضل يا فندم. بقول ان انا اول النتيجه ما ظهرت احد الزملاء المؤدين بعت لي الخبر اللي نشرته اعلان دوت اورج على الواتساب اللينك بتاعه، فتحته وبعدين بعدها بدقايق بقى لقيت الناس بدات تعمل تاج على الفيسبوك للخبر المنشور، فالحمد لله شاكرين على كل من اختارني وصوت فيا، وبرده بشكر كل اللي ما اختارنيش، ويا ريت وانا كتبت الكلام ده عندي على الفيسبوك اللي ما صوتليش يقول لي هو ما صوتليش ليه وانا ايه اخطائي. لا ده الصح، برافو برافو، عشان اصححها. وزي ما كتبت برده على الفيسبوك طوبى لمن اهدى الي عيوبي. طبعا انا عايزه استغل وجود استاذ محمد معايا على التليفون برضو، يعني ندخل كده في حوار سريع بجزئيه مهمه جدا، بس قبلها هستاذنك يا استاذ هاني، لانه انا كنت بقول من شويه الناس في بعض الناس معتقده انه المتحدث الرسمي او السبوكس بيرسون او المسؤول الاعلامي عن جهه ما، طبعا لو كانت وزاره يعني مثلا او كده، كل دور ان هو يكتب كلمتين في بيان صحفي ويطلعها للصحافه والميديا والاعلام. في الحقيقه انه في الوقت اللي احنا فيه ده بالسرعة الإيقاع اللي احنا ماشيين بيها في كل المشاريع اللي عندنا، وتحديدا وزارة الإسكان يعني دايما نضرب مثل بالإسكان والاستثمار، الحقيقة يعني أكتر وزارتين فيهم حالة نشاط حقيقي مكوكية بتحصل، وده مش كلام احنا بنقوله، فلا بيكون هنا في يعني مجهود أكتر على الأرض بيبذل. أكتر التحديات اللي بتقابلك إيه يا أستاذ هاني؟ التليفونات الكتير اللي بتجيلك مثلا، يعني إيه أكتر التحديات اللي بتقابلك كده عشان تقدر تمارس عملك بسلاسة فتدي المعلومة للناس؟ لأن إحنا في الإعلام طول الوقت بنقول نعاني من نقص المعلومات، لكن في نفس الوقت برضو تكون عندك الأمور التانية اللي أنت بتبشرها من خلال موقعك في وزارة الإسكان. الأولى زميلنا بمناسبة إن حضرتك قلتي اتكلمت عن مهنة المتحدث الرسمي وتحديات اللي بتقابله، انا اول عايز اقول جملتين مهمين جدا دايما برددهم على مهنه التحدث الرسمي. احنا مش مهمتنا كمتحدثين رسميين عن الوزارات او مسؤولين اعلاميين ان احنا نجمل وجه قبيح، ابدا احنا مش جينا عشان كده خالص. احنا مهمتنا هي توفير المعلومات
الصحفيين ووسائل الاعلام المختلفه والقنوات الفضائيه والاذاعه وكله كله كل وسائل الاعلام. مهمتنا ان احنا نبرز انجازات وزاراتنا، مهمتنا ان احنا نحل مشكلات المواطنين ونساهم في حل مشكلات المواطنين، الرد على شكاوى المواطنين، التواصل المستمر مع وسائل الاعلام المختلفه، اعداد المحتوى اللي بيه ابرز شغل وزارتي، سواء كان بقى المحتوى ده افلام فيديو، نزول للموقع مع المذيعين ان هم يصوروا اللي ما يحدث على ارض الواقع، اعداد حوارات للوزير وجميع مسؤولي الوزاره، كل ده مهمتنا كوزاره كمتحدثين رسميين. اهم التحديات اللي بتقابلني هي ان كل الناس عايزين السبق، وانا مع الكل، وانا اصلا مهنتي صحفي، فانا ان انت كل المذيعين وكل المؤدين وكل الصحفيين يبتغوا السبق، اهلا وسهلا عيني وراسي، بس لازم اللي هياخد السبق هو واحد. فانا بحاول ان انا ارضي الجميع، ان كل بتحسبها ازاي يا استاذ هاني؟ لا 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 استنى استنى، ده انت حضرتك جيت في نقطه مهمه جدا، خليك معانا يا استاذ محمد عبد الرحمن والنبي، احضرنا حاجة. احضرنا وحضرتك معانا في العمليه في المنظومه الاعلاميه. بيقول لك اكتر تحدي بيقابلنا ان كل المذيعين وكل الصحفيين عايزين السبق. طب هو انا لو من مكان استاذ هاني هيشوف كل جريده بيناسبها انهي نوع من انواع السبق، ويبقى في نوع من انواع التوازن، واعتقد ان ده اللي انا بعمله بالظبط يا محمد، ده اللي بعمله بالظبط. زائد بقى ان انا بحاول دايما اقنع المؤيدين او المذيعين او الصحفيين ان كل واحد ليه جديد هياخده. طب افرض في تشابه مثلا، يعني خلينا نتكلم مثلا عن البرامج التلفزيونيه، انا عندي برامج صباحيه، ربما في برامج ليها صبغه قريبه من بعضها مثلا او متشابهه الى حد ما، لكن اكيد بيبقى فيه نكهه معينه او لاين معين بيفرق برنامج عن برنامج، وعندي برامج التوك شو المسائيه بتعملها ازاي؟ بتتصرف فيها ازاي يا استاذ هاني؟ يعني على سبيل المثال مثلا يا استاذه منى، في ممكن انا بنفسي اتواصل مع احد المؤدين او رسائل تحرير البرامج او المذيعين او ايا كان، واقول له انا عندي سبق ليك، احنا عندنا موقع مثلا، قلت اعملها من دقائق، عندنا موقع زي موقع الاسمرات اللي هو تطوير المواطن العشوائيه بالظبط، في الموقع ده ممكن تنزله وننزل معاك مسؤول صندوق تطوير العشوائيات او مدير صندوق تطوير العشوائيات، تصور الموقع ده، وده الموقع ده هيفتحه الريس قريبا زي الاسمرات بالظبط، فمديله ميزه اهو. دلوقتي ممكن حاجه ثانيه اقول له انا هبعت لك مسؤول الاسكان الاجتماعي، والاسكان الاجتماعي مصر كلها بتسال عن الاسكان الاجتماعي، فهتفتح التليفونات فهتلاقي مصر كلها بتتكلم معاك، ده تواصل مهم بين البرنامج وبين المشاهدين. كل شويه بطلع حاجه من عندي تدي سبق لي او اشباع للبرنامج والمذيعين والمؤدين، وفي نفس الوقت تحقق لي انا رغبتي ان انا اظهر شغلي. فكده دايما اقول حتى للمؤدين الزملاء، خلينا احنا الاثنين نكسب سوا، انت تكسب مشاهده وانا اكسب اظهار شغلي، ده اللي بحاول اعمله. الحمد لله احنا ناجحين ان احنا نوصل لصيغه من التوافق في الموضوع ده. الحاجه الثانيه برضو اللي التحدي اللي عايز اتكلم عنه اللي هو المعلومه، صحه المعلومه. صحيح. انا لما اتكلم مع زمايلي الصحفيين على وجه الخصوص واقول مش مهم انك تنشر الاول، المهم انت تنشر الصح. يعني انت ممكن تنشر الاول بس تنشر يكون غلط. فاقول له دايما ارجع لي لو عندك معلومه حتى المساله اللي بعتها تحقق منها، انا لو حتى المعلومه ضدي انا كوزاره بس هي مظبوطه هقول لك ايوه مظبوطه وهرد عليك فيها، انما ما تنشرش الحاجه الغلط رجع تقول لي رد، طب ما انت ما سالتنيش في الاول. حاجه المهمه بعد كده بقى المعلومات اللي هي الارقام والحاجات دي كلها، ممكن رقم ينشره صحفي او تقوله مذيعه او مذيع يعمل لي مشكله وهو الرقم ده كله غلط. ده الحياه التحديات اللي احنا بتواجهنا، زائد بقى التحديات اليوميه الشائعات اللي دايما تنشرها خاصه مواقع الجماعه الارهابيه اللي دايما بتستهدف الدوله كلها مش بتستهدف الاسكان لوحدها. كل يوم كنا نفاجئ باشاعه بتنشرها بلاغه مشروع الاسكان الاجتماعي بشوها خلاص ما فيش كلها بالواسطه، فنبدا يعني انا بتكلم في قطاع. انا بحييك يا استاذ هاني، انا فاكره من اسابيع قليله كنت انا هنا على الهوا في فقرتي الاخباريه، وكان في خبر اعتقد محافظه السويس تم القبض على بالظبط كده، ده تم القبض على بعض المتلاعبين في توزيع الشقق وغيره، الزواج الحديث في محافظه كان الزواج الحديث في محافظه السويس. صحيح. والحقيقه وانا بقرا الخبر على التليفون على الهوا لقيت حضرتك بعت لي رساله على الواتساب بتقول لي برجاء التوضيح
بانه ده مش الناس دي مش تبع وزاره الاسكان، دول تبع الحي. يعني انت حريص غيرتك على الوزاره وعلى اسم الوزاره، يعني خلاك حتى يعني حريص انك انت توضح المعلومه دي حقيقي. لا وكمان يا فندم انا كنت حريص على ان مشروع الاسكان الاجتماعي اللي اصبح ليه مكانه عند الناس ما يتم تلويثه بقضيه التفاعل، والحمد لله خصوصا انه ما كانش واقعي. فكان اهم الاول والاخير ان الاسكان الاجتماعي يطلع من موضوع خالص. ده مشروع للزواج الحديث في محافظه ما، فده اللي يحاسب عليه من السلف، وانما الاسكان الاجتماعي يخليه الحمد لله يعني ثوب ونقي حتى الان. ربنا يا رب يكمله على خير يا رب ان شاء الله. بحييك يا استاذ هاني، ومره تانية الف مبروك، يعني تكريم واختيار مستحق حقيقي. الاستاذ هاني يونس زميلنا الكاتب الصحفي والمتحدث الرسمي لوزاره الاسكان. استاذ محمد عبد الرحمن، في سؤال اخير عايز اساله لحضرتك. حضرتك يعني ابن من ابناء المنظومه الصحفيه والاعلاميه، زينا زي بعض كلنا اوقات بيبقى عندنا وفره في المعلومات، الفكره ازاي توظفها، اوقات بيبقى عندنا نقص شديد في المعلومات، اوقات بنبقى الاجتهاد وفكرة السبق الصحفي، ودي حاجة ما نقدرش نلوم بعض فيها لأنه في النهاية ده جزء من غريزتنا الإعلامية والصحفية. بتشوف في يعني كل الأوراق اللي قدامنا دلوقتي على الموجودة على الساحة، ما بين أوضاع سياسية، ما بين أخبار اقتصادية، ما بين أخبار اجتماعية، ما بين أخبار لها علاقة بالرقابة وتطهير الفساد وغيره، بتشوف الوضع ازاي يا أستاذ محمد؟ بتشوف كيف نتعامل بشكل عام طبعا مع الأخبار والتعاطي مع الأخبار، بتشوفه ازاي؟ لو هنطبق ده حتى على الاستطلاع اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي، كنت برضه عايز اتكلم على تحليل ليه هاني استاذ، يعني انه الاحتراف يا جماعه، الاحتراف والاستفاده من الاخطاء، ايه الحاجه اللي مش موجوده واللي احنا بنستغرب ليه لحد دلوقتي الموضوع بيبقى اقرب للاستثناء مش للقاعده؟ يعني لو طبقنا على هاني يونس، هاني يونس يا استاذه اصلا ماسك الملف ده في الاهرام من سنوات طويله. حظه كويس انه اشتغل مع وزراء نشيطين زي ابراهيم محلب وزي مصطفى مدفولي. وزراء ما بيهروش من المتحدث بتاعهم. تمام؟ دي نقطة مهمة جدا، إن الوزير أصلاً لو بيهين من المتحدث مش هيخليه يطلع يتكلم، فعشان كده إحنا بقى عندنا متحدث ولا يتحدث. طبقي ده بقى على كل الإعلام، على كل حاجة، على كل الإنجازات، على كل المواضيع دي كلها، المسؤول اللي بيخبي، المسؤول اللي هو بيبقى خايف يتكلم، دي كلها من الحاجات اللي بتعطلنا فعلاً، بتخلي المنتوج العام فيه مشكلة، بتخلي الإشاعات تنتشر، وحتى كنا اتكلمنا على ده بتاعت الوحدة، ان لو كان في بيانات طلعت بس نفت اللي بيتقال بس مش تقول النتيجه الكامله كانت هتفرق معانا جدا. بالظبط. الصحافه فيها مشكلات بس الصحافه كمان عايزه اللي يتعاون معاها كويس، عشان كده برضو بقول حتى انا قلت توصيه موضوع المتحدثين، ان النتيجه اثبتت ان كل ما يكون المتحدث صحفي اصلا مرتبط بالوسط افضل، لما انت مثلا تجيب لي دكتور او استاذ جامعه تحطه متحدث وهو اصلا بعيد عن الصحفيين، لان هو بطبيعته ما بيعرفش يستخدم التليفون طول الوقت. المتحدث ده راجل بايع دماغه، يعني عارف انه من 8 الصبح ل 12 بالليل لازم التليفون يبقى مفتوح. طبعا كمان اهميه وجود مكاتب تساعد المتحدث جوه، ما يبقاش هو فرد بطوله، يعني لازم يكون حد حافظ الوزاره ومعاه ناس يعملوا له التقارير دي، ويمكن حد يرد كمان معاه في عدم وجوده. بشكرك جزيل الشكر زميلنا الكاتب الصحفي الأستاذ محمد عبد الرحمن، رئيس تحرير موقع اعلام.org اللي نظم مؤخرا استفتاء الأول من نوعه، ربما الناس اتفاعلت معاه. توضيح الكريتيريا والمعايير فيه كانت دقيقة جدا، مين اللي يتم تطبيق أو إعطائهم هذا الاستقصاء لملؤه والتفاعل معاه، مين اللي تم اختياره، أسباب الاختيار إيه، وزي ما وضح أستاذ محمد أنه طلبوا كمان ثلاثة من الترتيب. فكرة دي حاجة مهمة كمان جدا، بمناسبة بقى أن احنا بدأنا الحلقة النهاردة نتكلم على الروح المعنوية، حاجة مهمة جدا على فكرة أنك تعمل الأفكار دي اللي بره الصندوق دي، حتى أنك ترفع الروح المعنوية للناس. يا جماعة المسؤول الحكومي ده والله مش عدوك، مش عدوك، في منهم وحش طبعا وفي منهم ما بيعملش حاجه. طب ما هو في وزارات طالعه في الاستفتاء ده، يعني انا ما رضيتش طبعا اسال استاذ محمد مع ان انا عارفه انه صريحه كان ممكن يقول، بس يعني قلنا بلاش النهارده السبت برضو بدايه الاسبوع، ما رضيتش اسال استاذ محمد عبد الرحمن اقول له ايه الوزارات اللي المتحدثين فيها بلغه الشباب كده، يقول لك ما جاش اصلا، ده ما جاش، ده كانه مش موجود، ولا احنا في وزارات ما نعرفش اصلا اسم، يعني ما نعرفش اصلا اسم المتحدث الرسمي فيها مين، ما جاش بجد والله زي ما بيقولوا الشباب كده، ما جاش اصلا مش موجود. فلا يعني لما يبقى بقى في ناس بتشتغل وطول الوقت حاضره وموجوده، دي اديها الكلمه، اديها الدعم، قول لها ده تكريم رمزي، ده تكريم واختيار رمزي، ومش من اداره الموقع، ده من الناس نفسها، الناس اللي ايديها في المهنه، الناس اللي 24 ساعه في اليوم بيحتاجوا المعلومات فبيقدروا يحكموا مين معاهم ومين
ما جاش اصلا. خلينا نروح لاخر خبر معانا في اخبارنا النهارده. طبعا ايام ان شاء الله باذن الله وينطلق منتدى الشباب العالمي The World Youth Forum في شرم الشيخ. منتدى المؤشرات الموجودة حاليا بتقول انه باذن الله تعالى بهذا الكم الغير طبيعي من حماسة الشباب اللي بيشتغلوا عليه وبيشتغلوا على كل تفاصيله، بيشتغلوا على افكاره، ورش العمل والمجموعات واللقاءات والاجتماعات اللي بتمتد على ساعة لمدار ساعات طويلة جدا، الحقيقة بتقول انه باذن الله تعالى سيخرج هذا المنتدى منتدى مصريا عالميا من الطراز الاول ان شاء الله باذن الله. ليه بقول ليه متفائله كده؟ متفائله كده لانه بطبيعه الحال الحقيقه على مدار ايام كان عندي شرف لقاء مجموعه من الشباب دول، الشباب اللي بينظموا هذا المؤتمر، والحقيقه انه لا اقدر بس اقوله دلوقتي يعني انه تابعوا فعاليات هذا المؤتمر، تابعوها يوميا، تابعوا جلسات، تابعوا الندوات، تابعوا الـ 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 المؤتمرات اللي ستقام هناك. انا بعتقد انكم هتشوفوا حاجة مشرفة، حاجة تخليكم تشاوروا كده وتقولوا هو ده شباب مصر، شباب مصر اللي قرر في مؤتمر الاسماعيلية اللي اقيم مؤتمر الدوري للشباب في الاسماعيلية، اللي قرر انه يطلق دعوة، ودي كانت فكرته، فكرة الشباب، انه يطلق دعوة الى شباب العالم لحضور مؤتمر او منتدى عالمي من اجل السلام، من اجل السلام. انا بعتقد انه الشباب ده حان الوقت انه يبقى هو اللي طول الوقت متصدر الشاشة واخباره موجودة على الشاشة، ونعرف افكار وطموحات هذا الشباب المصري الرائع. البرومو ده الحقيقة هو بيوزع طبعا على كل القنوات بقاله ايام كتيرة. انا عايزة اضرب الف تحية وسلام للعمل الكرياتيفيتي او للعمل تصميم الاعلان ده او البرومو ده عن منتدى الشباب العالمي. فكرة بسيطة جدا بس في منتهى الاهمية، فكرة الشباب اللي الهرم ده رمز، مش بس اللي الهرم رمز الحضارة والسبعة آلاف سنة حضارة، وانه من مصر ومن على ارض مصر بتنطلق الحضارة وبتنطلق ايضا دعوة لشباب العالم ربما الاولى من نوعها. مش بس كده، فكرة التحدي الشباب وهم في البرومو هنا شايفين بيبصوا للهرم من فوق. انت لما تبقى واقف قدام هرم طويل كده تبص من فوق كده تقول ايه ده انا هطلع كل ده، فكرة نظرتهم للهرم من فوق وبعدين بصوا لبعض كلهم ومسكوا ايدين بعض بابتسامة وبعزم وتسلقوا الهرم لغاية ما وصلوا الى قمة الهرم ورفعوا الشعار او الفلاج بيقولوا احنا بنوصل، احنا باذن الله هنوصل، احنا بارادة الشباب وبتمكين الشباب هنقدر وهنوصل. فكرة عبقرية الحقيقة، فكرة عبقرية. هان اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء عاين المكات مجسم هرم السلام اللي صممه الفنان التشكيلي محمد حميدة، المقرر انه يتم ان شاء الله باذن الله وضعه في احد الاماكن المتميزة هناك في شرم الشيخ خلال فترة انعقاد منتدى شباب العالم في كرنفال مصر الدولي للفنون، كمان مقرر الاثنين هيقاموا باذن الله في مدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر باذن الله. مدينة شرم الشيخ هتستضيف اذا منتدى شباب العالم من 4 الى 10 نوفمبر المقبل، هيحضروا بإذن الله 3000 مشارك بيمثلوا جميع قارات العالم، بينهم رؤساء دول وحكومات، مسؤولين دوليين، شخصيات عالمية مؤثرة. ويعد هذا المنتدى الحقيقة منصة جديدة ومبتكرة بتجمع بين شباب العالم على طاولة حوار نناقش فيه قضايا بعض، نتكلم فيه بكل صراحة وشفافية، حماسة الشباب وانطلاقة الشباب، والشباب عايز ايه، والشباب نفسه في ايه، والشباب زعلان من ايه، ونحمل معا شعلة للتطوير والتقدم في هذه المجتمعات. هذا هو أعتقد الشعار الحقيقي أو المضمون الحقيقي لهذا المنتدى، وإن كان شعار المنتدى الرسمي بعنوان الجميع من أجل السلام والتنمية. تعالوا نشوف مع بعض هذا البرومو. We'll be right back.
شباب العالم تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. النهاردة بتحل الذكرى 44 لرحيل أحد الأركان الأساسية في تكوين العقل العربي المعاصر، أحد رواد حركة التنوير في الفكر العربي. عاش طفولته في الصعيد المصري في محافظة المنيا، فقد بصره بعمر 3 سنوات بسبب يمكن عدم علاجه بطريقة جيدة. قدر يتغلب على فقدان البصر، اعتمد على الخيال في تكوين صور لوجوه أفراد عيلته والمقربين ليه. نتحدث طبعا عن العبقري الأديب الراحل المصري العالمي طه حسين. في 1914 الجامعة المصرية أوفدته إلى فرنسا لمتابعة التخصص والاستزادة في فروع المعرفة والعلوم المصرية. درس في الجامعات الفرنسية، درس الأدب هناك، الأداب الفرنسية والأدب العالمي، درس علم النفس والتاريخ الحديث، ويمكن فضل هناك لغاية سنة 1915 وعاد بعدها إلى فرنسا لغاية 1918، إضافة طبعا إلى إنجازه لدبلوم الدراسات العليا في القانون الروماني. الحقيقة أنه ما فيش محطة من محطات طه حسين ما كانش فيها نجاح، على الرغم من صعوبة يمكن الكل بيشوفها أكتر صعوبة في العالم. في إيه أكثر صعوبة وتحدي من أنه الإنسان يعيش حياته فاقد للبصر، لا يتمتع برؤية البصر، لكنه الحقيقة قدر في كل محطة من محطات حياته أن يعني يكتب له النجاح بفضل الله تعالى وبفضل إرادته وذكائه وجهده اللي يمكن خلاه قدر في غضون سنوات. كان ساعتها يمكن تزوج فرنسية سويسرية ساعدته على الاطلاع أكتر وأكتر بالفرنسية، وهنا يمكن كان فيه يعني شغل أكتر وجمال أكتر طلعوا علينا طه حسين من خلال كتاباته وأعماله وأدبه على مدار سنوات طويلة جدا بعدها لغاية النهاردة. أعماله بتترجم إلى لغات كثيرة جدا، أعمال طه حسين باقية. الحقيقة أنه اشتغل في وزارة المعارف المصرية، عين رئيسا لجامعة اسكندرية، دي بعض المحطات السريعة منه. في 1950 كان الحكم يمكن بإيد حزب الوفد، صدر مرسوم ساعتها تعيينه وزيرا للمعارف، وفضل في المنصب ده لغايه 52، اخر وظيفه كان يشغلها. اتفرغ بعدها للعمل الادبي بشكل كامل، وحتى لما عرض عليه مناصب بعدها كان بيعتذر لانه كان يريد ان يتفرغ الى العمل الادبي. الف ما يزيد عن 50 كتاب من القصه والادب والتاريخ وفلسفه التربيه، وترجم او ترجمت من مؤلفاته للعديد من اللغات الاجنبيه زي دعاء الكروان، الروايه طبعا اللي اتحولت للفيلم الاشهر حضراتكم طبعا محدش يقدر ينسى هنادي، واعمال اخرى كثيره جدا، المعذبون في الارض، الايام، في الشعر الجاهلي يمكن حاصل، حاز على مناصب كثيره جدا كمان وجوائز شتى، والحكومه المصريه رشحته لنيل جائزه نوبل في 1964، منحته جامعه الجزائر الدكتوراه الفخريه. وفي نفس السنه ظفر أو حصل طه حسين على قلادة النيل بالإضافة إلى رئاسة مجمع اللغة العربية. زميلنا العزيز كريم عبد الكريم أعد لنا هذا التقرير بمناسبة ذكرى رحيل طه حسين 44. نشاهد معا هذا التقرير ونرجع مباشرة نتحدث عن القطاع المصرفي ببنك ناصر النفقة، وحنشوف مع بعض في بداية الفقرة كده لقاءات سريعة مع المواطنين في الشارع، وحنلاحظ انه يمكن اغلب الاراء اللي وقفت معانا كانت ايجابية، بس كمان حنلاحظ انه في ناس ممكن تكون بتتساءل ليه في مشكلة في صرف النفقة، ليه بند النفقة بالذات احيانا بيبقى فيه مشكلة او بطء شوية في الاجراءات. هنتكلم بصراحة كعادتنا مع الاستاذ احمد صالح رئيس القطاع المصرفي في بنك ناصر الاجتماعي اللي بيظهر معانا لاول مرة النهاردة في صباح دريم بعد هذا التقرير. فقدان أحد أهم الحواس لا يعني بالضرورة فقدان الإرادة،
فإن المعوقات في الأصل حواجز تهزم ضعاف النفوس، وأما الإرادة وإن ولى عنها البصر تنير البصيرة. عميد الأدب العربي المصري طه حسين الذي لم يرضى يوما عن نفسه، الشقيق السابع لثلاثة عشر من الأشقاء، ولد في 15 من نوفمبر تشرين الثاني عام 1889 بمحافظة المنيا جنوب مصر. أصيب الطفل طه في عامه الرابع بمرض الرمد، حتى وصف له حلاق القرية علاجا أذهب بصره دون رجعة. ضمه والده إلى الكتاب لتعلم اللغة العربية والرياضيات وحفظ القرآن الكريم الذي حفظه كاملا في عامه السابع، مما أثار ذهول أستاذه والمقربين. درس في الأزهر وكان كثيرا ما يوجه له العتاب نظرا لانتقاده الشيوخ والأساتذة، إلى أن طرد من جامعة الأزهر بداعي سوء السلوك. وبحلول عام 1908 تم افتتاح جامعة القاهرة، والتحق بها الأديب المصري كأول المنتسبين، إلى أن أوفدته الجامعة المصرية إلى جامعة مونبلييه بفرنسا للاستزادة من المعرفة والعلوم العصرية. اللغة الفصحى هي الطريقة الوحيدة إلى تحقيق الوحدة بين الأمم العربية. إذا كتبت بالفصحى فهمك العرب جميعا من المحيط إلى الخليج كما يقال، وإذا كتبت بالعامية لم يفهمك إلا عامة المصريين. كان متطلعا إلى التطور في كافة مناحي الحياة، أسوة بالنماذج الغربية بما فيها من إيجابيات وسلبيات، حتى يجد المجتمع العربي ضالته، ولكن بعقول متحررة رافضة لكل القيود والأفق الضيق الذي صنع من قبل الأنظمة الحاكمة وانتشار الجهل. التزام طبيعي عند كل أديب يحسن فنه، لأن الأديب بحكم أنه أديب هو مرآة للبيئة التي يعيش فيها، ومعنى ذلك أنه ملتزم بهذه البيئة. إنما الالتزام الذي أمقته أشد المقت هو الالتزام الذي تفرضه الدولة أو يفرضه السلطان. عقب عودته من فرنسا عام 1919 تولى الأديب الراحل مناصب عديدة، منها أستاذ التاريخ اليوناني والروماني بجامعة القاهرة، كما عينته وزارة المعارف أستاذا للأدب العربي عقب إلحاق الجامعة بالدولة عام 1925. انتقل وتدرج بالمناصب العديدة حتى تولى منصب وزير التربية والتعليم. التكريم حل على عميد الأدب العربي بمنحه الدكتورات الفخرية من جامعة الجزائر عام 1964، كما منحته جامعة باليرمو الإيطالية بعد عام المنحة ذاتها، وأيضا منح قلادة النيل لتعود جامعة مدريد وتمنحه الدكتورات الفخرية الثالثة. أقامت أيضا منظمة اليونسكو في أوروغواي حفل تكريم للأديب المصري. من أهم ما نص الروائي الراحل أعمالا عديدة تحول بعضها لأعمال سينمائية ودرامية، منها على هامش السيرة، حديث المساء، المعذبون في الأرض، دعاء الكروان، الأيام، وهي مضمون سيرته الذاتية التي أبدع فيها. لا أملك القوت ولا أبتغي ما فاتني منه بذل السؤال. إيه كلام ده؟ أمال فين الصبر والاحتمال؟ عيل صبري بعد كل هذا الشقاء والعناء في الدرس والتحصيل، ما زلت عاطلا لا أكسب ثمن رغيف العيش. بين دروب الحرية أبصر طه حسين طريقه إلى النور، حيث ولى منتقدا العادات والطرق التقليدية التي لا طالما سلكها الغالبية من المجتمعات العربية، حتى وإن كان هناك ما عليه فقد كانت الغلبة لما له من فكر مستنير ظل على دربه حتى رحل عنا في مثل هذا اليوم عام 1973. أن الحياة الآن توشك أن تدع الجد إلى الهزل والجهد إلى الدعة والعمل إلى البطالة.
وطن ليا نفقه هنا، فانا بجسر في النفقه كل شهر. فهم بصراحه كلهم كويسين بصراحه، يعني كلهم محترمين وكويسين وبيقدموا الخدمه للمواطن يعني بصراحه. انا جاي اصرف كارد النهارده، ويعني التسهيلات حلو 95% حلو، تسهيلات حلو يعني 95%. جاي اعمل كارد هنا في مكان مصر ماشي. اول كارد عملته كان ب 20,000 جنيه، والطباعه حوالي 550. المهم خصموا الكارد اللي ايه يعني كان فاضل مثلا 50 جنيه من المرتب، وهم لو يقللوا نسبه الخصم ماشي، لا اما يزودوا قيمه الكارد، يعني بدل ما ناخد 20 يديني 30، يبقى كده مش خلاص مش هاخد حاجه من المرتب ماشي. وسرعه الاجراءات بقى يعني، في ممكن تاخد هنا شهر قبل ما تروح كشف طبي وكشف بره وكده، وورق ممكن تاخد شهر او اكتر. انا جاي نعمل قرض، فاهم انت كده معايا؟ يعني معاشي 675، فاهم انت كده معايا؟ قالوا دلوقتي نخصم 450، فاهم انت؟ طبعا احنا معانا 2 في مدارس وفي جامعات وبتاع، فاهم انت كده معايا؟ عايزين بس يقللوا النسبه شويه وتمشي الدنيا. الموظفين هنا بصراحه غير تعاون، بيجي بيدينا رقم، بتنتظر الموكله، بتاخد دورها، بتقدم الملف، بدا ايصال، بتيجي الشهر ده بعديها بشهر بالظبط تصرف النفقه بتاعتي. انا جايه بقبض نفقه لعيالي، ومعاملتهم كويسه جدا وجميله جدا. بيسموه بنك الغلابة لأنه أغلب المتعاملين معاه من محدودي الدخل، من الفقراء، من الأكثر احتياجا. بيسموه بنك الغلابة لأنه السيدة اللي بتصرف النفقة بتاعتها، اللي ممكن تبقى محتاجة تاخد قرض بضمان النفقة دي، بيبقى الملجأ ليها هو بنك ناصر. إيه هي الإجراءات وإيه هي الخدمات المصرفية اللي ممكن يكون البنك أكتر بيقدمها؟ هنتكلم في حاجات كتيرة جدا متعلقة بهذا الموضوع مع ضيفنا الكريم اللي سعداء انه بينورنا لأول مرة بيظهر على الشاشة، يكون معنا في صباح دريم، الأستاذ أحمد صالح رئيس القطاع المصرفي ببنك ناصر الاجتماعي. يا أهلا بحركة خمسة. أهلا بحضرتك، منورنا في صباح دريم. شكرين. احنا خدنا توكيل بنك ناصر خلاص يعني. احنا بنشكركم على الاهتمام، وده بيعود على خدمة المواطنين الحقيقة. صحيح، والحقيقة انه ما فيش مره نورنا فيها حد من الساده الافاضل المسؤولين مع حضرتك، زملاء حضرتك في بنك ناصر الاجتماعي، الا لما مردود المقابله كانت مهمه جدا مع الناس. بيبعتوا لنا حتى بعدها المواطنين يقولوا لنا انتوا بتردوا لنا على اسئله كتيره جدا احنا ما كناش بنبقى عارفينها، فده شيء احنا بنتشرف بيه ان احنا نقدم ده لصالح المواطن في النهايه. وشكرا لك، نورتنا يا فندم. خليني ابدا باحدث حاجه، الكلام على بروتوكول بتمضوه أو هتمضوه تقريبا بكرة إن شاء الله مع شركات المحمول الثلاثة، مش الأربعة، الثلاثة. إيه البروتوكول ده، عبارة عن إيه بالظبط؟ البروتوكول ده بيتيح إن البنك يقدم الخدمة للسيدات مستحق النفقة، بحيث إنها تقدر تقبض من فروع ومنافذ صرف شركات المحمول الثلاثة، وده هيوفر عليها وقت ومواصلات وجهد الحقيقة. طبعا ده هيبقى اكيد شركات المحمول فروعها اكتر من بنك ناصر. يعني هقول لحضرتك باختصار، يعني فودافون في 1200، وفي الشركتين التانيين بيترافعوا بين 800 الى 1000 كل واحده. ده كفرع فروع، عدد كل فروع هو منفذ صرف. ده هيتيح للست انها ما تنتقلش مواصلات، بيوفر لها الوقت، بيوفر لها الجهد، الى جانب اتجاه الدوله اللي معروف انها بتدعم المدفوعات الالكترونيه. صحيح. يعني تقدر الست كمان تدفع الفواتير، تقدر الست تحول لابنها لو هو في محافظة تانية بيدرس، كانت الوسيلة التانية انها تبعت عن طريق وسائل اخرى، تاخد وقت وجهد، لكن دلوقتي هيبقى متاح ليها تقدر بالرصيد اللي موجود تسحبه او تحوله كيفما تشاء. طيب نشرح كده بس الخطوات ايه. السيدة ليها نفقة مستحقة في بنك ناصر، بدل ما تروح البنك تقف تصرف النفقة، تقدر تدخل مثلا فودافون او اورنج او اتصالات، هتعمل ايه برقم الموبايل، بالبطاقه، الرقم القومي؟ هو البدايه هتبدا في بنك ناصر، وهي بتصرف في شهر 11. أيوة. اللي احنا فيه بيصرف في اول 11. ايوه. هيبقى فيه موجود مندوبين من الشركات الثلاثه، وبالتعاون مع العاملين في البنك هيتم توجيههم اللي بترغب في هذه الخدمه، هتتم الاستماره، وهيبتدي نختارها برساله، هتبتدي تصرفي من الشهر التالي النفقه عن طريق الموبايل من المنافذ
اللي هي موجوده للشركات الثلاثه. حلو، هتعمل ايه عشان تصرفها بقى؟ يعني تدخل على شركه الاتصالات؟ احنا هنبعت لها رساله بالرصيد من خلال هذا، وطبعا باسورد ليها. الموضوع ميسر جدا وهيتم تدريبها على ذلك. هتتقدم لمنفذ، وفي الغالب هو بيبقى اقرب مكان لبيتها، يعني الموضوع موجود في كل محافظات مصر ومنتشر الحقيقه. فتتقدم بالرصيد وتقدر، هو هيبقى عنده، لان دي هنسميها حافظه الكترونيه، الفلوس معاها جوه الموبايل، تقدر تسحب على طول. هو بيعمل عمليه يسحب الرصيد ويدي لها الفلوس من على الكاونتر. من على الكاونتر، يعني من مفيش اي جهد، مفيش اي جهد من على الكاونتر. هتقول له انا عايز اصرف النفقه لو سمحت برقم وباسورد. هتدي له الرقم وهي هتدخل الباسورد. هي اللي هتدخل الباسورد، هي اللي هتدخل طبعا الباسورد، مش هتديه لحد طبعا، كناحيه امان وسريه. تقوم يصرف لها النفقه، بيصرفها لها كاش ولا بيحطها لها في الاكونت بتاعها؟ لا كاش، خلاص كاش. كاش هتاخد الفلوس. لكن لو هي قبل ما تحول رغبت، وده هيبقى تدريب وقت زي ما احنا بنعمل كلنا في كل الخدمات المقدمه، تقدر هي بدل يعني لو عايزه تدفع فواتير من خلالها هتقدر تدفع، مش لازم تقدم لمنفذ الصرف. لو هي هتقدر تحول لحد قبل ما تصرف، قبل ما تصرف الكاش، تقدر تحول لابنها او لبنتها اللي بتدرس في الجامعه لو في محافظه اخرى. ممكن اسال سؤال؟ اتفضل. اولا هي فكره هايله، بنحييكم عليها. انه بنك ناصر يعمل الفكره دي، فده شيء طبعا بييسر على عملائه اكتر وبيديكوا كريديبيليتي او مصداقيه اكتر، وبتقدموا سيرفيس حلوه للجمهور. الشركات المحمول الثلاثه تستفيد ايه؟ شركات في عموله بتاخدها الى جانب خدمه المجتمع، يعني هم ليهم برضو دور. واحنا بالاتفاق معاهم في الاتفاق معاهم، يعني هي اقل كتير وبتساوي تقريبا الصرف من ماكينات الصرف الالي. ماكينات الصرف الالي اللي هي مش تابعه للبنك، يعني تعرف حضرتك العميله نفسها تقدر تصرف من الفرع نفسه او من ماكينه الصرف الالي الخاصه بالبنك او من بنوك اخرى. لو راحت بنوك اخرى بيبقى عشان المواصلات، هي بتساويها تقريبا. طيب اسمح لي قبل ما نسيب ملف البروتوكول ده، لانه معايا كمان معلومه مهمه جدا. احنا بنقول انه هذا البروتوكول تم الاتفاق عليه بين بنك ناصر وبين الثلاث شركات محمول فودافون اورنج واتصالات، لانه كان زي ما استاذ احمد شرح الشركه الرابعه ما كانتش يعني لسه دخلت في الخدمه لما تم الاتفاق في هذا البروتوكول على هذا البروتوكول. ناخد الخبر الجديد من الدكتور شريف فاروق، نائب اول رئيس بنك ناصر الاجتماعي. دكتور شريف تحياتي يا فندم واهلا بحضرتك. صباح الخير يا فندم. صباح الخير، ازي صحه حضرتك وبشكرك. صباح النور، ودايما بنحييكم الحقيقه، ودايما حرصكم على التواصل مع الجمهور والمواطنين المصري عن طريق الاعلام ده شيء يحترم يا دكتور شريف. لا ده شرف لينا، وبالعكس ده احنا بنشكر حضرتك زميلنا وبنشكر البرنامج، دايما مهتم ببنك ناصر، وده دور يعني احنا بنشكركم عليه، والاعداد حاجه الحقيقه بنفتخر بيها، دعمكم لينا احنا بنقدره، واحنا ان شاء الله هنبقى على مستوى اللي حضرتك بتعمليه لخدمه المواطنين باذن الله جميعا. انا دخلت في طلبت الحديث لانه في خبر، لانه حضرتك اهتمامك بينا يعني لازم تكوني اول واحده تعرفي انه معالي وزير الاتصالات تنسيق مع معالي وزير التضامن والمهندس احمد البحيري رئيس الشركه الرابعه، واحنا في يعني اجتماعات مستمره من امبارح للحاق، لان احنا وقت ما طبعا حضرتك عارفه خدت مجهود كبير بيننا وبين الشركات الثلاثه، انما كان في تفاعل المهندس احمد البحيري رئيس الشركه الرابعه رئيس التسويق، وهيكون معانا باذن الله بكره في توقيع البروتوكول، وهنبقى الاربع شركات ميسرين لجميع عملائنا باذن الله. ده خبر هايل يا فندم، وانا سعيده جدا ان الخبر ده يعني يتقال لاول مره على شاشه صباح دريم، انه الشركه الرابعه الشركه المصريه تدخل ان شاء الله في هذا البروتوكول باشراف وزير الاتصالات. مظبوط يا فندم. تمام، ده بكره هنوقعه ان شاء الله مع الاربع شركات. بكره ان شاء الله هنوقعه مع الاربع شركات، اذا دخول الشركه الرابعه باذن الله ده شيء جميل، وخبر انا سعيده جدا انه بيقال لاول مره على شاشه صباح دريم. دكتور شريف، البرامج دي كلها يعني ده برنامج من ضمن برامج ليكوا قبل كده برامج، وانا عارفه انه انتوا طول الوقت شغالين على البرامج اللي من شانها انها تيسر للناس اكتر، والدوله دلوقتي الحقيقه في هدف عام في الدوله انه كل حاجه نحاول واحده واحده ندخلها ميكاني وندخلها تكنولوجي احسن من التعامل النقدي.
بنشتغل على ايه تاني يا دكتور شريف دلوقتي، او بيتم التفكير ازاي اكتر ان انا اربط المواطن وعميل البنك بالتكنولوجيا اكتر؟ الحقيقة احنا ممثلين في لجنة المدفوعات، ودي جوزات التضامن، انا ما اتطرف ان انا بكون موجود في جميع اتجاهات الدولة، في رغبة حقيقية الدفع الالكتروني والتحول. اللي احنا البرنامج اللي احنا بنعمله النهاردة بيقدمه للسيدات الفضلات، هو مستحق النفقة مش سيدات بس، انه يقدر من خلال الكارت، من خلال رسالة بتجيله يتعامل مع جميع فروع البنك، مع جميع فروع الشركات الاربعة. ده في حد ذاته بيساعد، لانه مش بس بيقدر يروح يصرف كاش زي ما حضرتك، يبقى كمان من خلال ابلكيشن على الموبايل اللي هو الفواتير الاخرى، فالتعامل غير نقدي من خلال وسائل الدفع. لا الصوت معلش يا دكتور شريف الصوت بيقطع، لو استاذنك بس تكون في مكان السيجنال فيه كويس. اتفضل يا فندم، هستاذن حضرتك بس تعيد اخر جمله. اتفضل. انا بقول لحضرتك ان هو كمان المواطن بيقدر من خلال التعامل مع الشركات المحموله الاربعه ان يدي تعليمات بسداد الفواتير بتاعته او طبعا. فده بيخلي التعامل غير النقدي اوفر واسرع وبيخلي المجتمع كله يتحول. احنا زي ما حضرتك ذكرتي بنقدم ايه تاني؟ كل ما يخص الشمول المالي اللي احنا متخصصين فيه اصلا، وهو تقديم خدمات الكترونيه سهله لجموع المواطنين غير مكلفه تصل لكل الناس متدربه عليها، احنا بنعملها. فروعنا النهارده مرتبطه ببعض وجاهزه انها تقدم الخدمه دي على اعلى مستوى. ان شاء الله يعني زي ما حضرتك كنت اول واحده بتهتم بينا واحنا اول واحده بنبلغها بالجديد، بنوعي حضرتك ان اي جديد هيكون في صباح الدين باذن الله. ان شاء الله. ده شرف لينا ويسعدنا يا فندم، وبشكركم حقيقي، بنشكركم على هذا المجهود الكبير اللي بتقوموا بيه، وفكره الوصول الشمول المالي لفكر وثقافه المواطنين ده مش هيحصل بين يوم وليله. ان انا فجاه الشعب اللي للاسف نسبه الاميه فيه عندنا عاليه جدا اقنعه وفهمه انه لازم يبدا واحده واحده يتحول من الاستخدام النقدي او الكاش الى الالكتروني، ده محتاج وقت ومجهود، فلازم نبدا. حضراتكم كده بتبداوا، الاعلام عليه دور، المؤسسات المجتمعيه كلها عليها دور، عشان نقدر فعلا في القريب العاجل نصل الى هذا الشمول المالي. بشكركم مره تانية جزيل الشكر، بشكر حضرتك الدكتور شريف فاروق نائب الرئيس الاول لبنك ناصر الاجتماعي، شغل يعني حقيقي هايل ومجهود جهد كبير، لان لحد اخر لحظه ما كانش فيه الشركه الرابعه، لكن معالي الوزيره والدكتور شريف الحقيقه جهد كبير جدا ان دخلوا الشركه الرابعه بكره تتوقع معانا البروتوكول. ده شيء هايل وان شاء الله باذن الله نتمنى لكم. ومشيئه الله بنوعد المتعاملين مع بنك ناصر ان مش هتقتصر على النفقه بس، الخطه ان احنا نوسع ده على المتعاملين سواء مرتبات او معاشات او اي انواع حسابات اخرى. النفقه يا فندم جزء من دور اجتماعي البنك بيقوم بيه، وانا بقول اجتماعي هنا انا عارفه طبعا انه في النهايه انت بنك بتقدم خدمه مصرفيه، يعني بتفيد وبتستفيد، لكن النفقه دايما والتعامل مع الارامل والمطلقات بيبقى ليه وضع انساني حساس شويه، وقد يكون بيندرج تحت السوشيال ريسبونسابيلتي او المسؤوليه الاجتماعيه. ايه الادوار الاجتماعيه الاخرى اللي بيلعبها بنك ناصر؟ انا هوضح لحضرتك، اولا هو بنك ناصر بنك مصرفي بس هو بيشتغل مصرفي لخدمه الاهداف الاجتماعيه كمان. يعني لما نبص على عملائنا مين هم؟ عملائنا هم ذوي المرتبات، المعاشات، النفقه، الارامل، ذوي الاحتياجات الخاصه، كل دول عملاء بنك ناصر. احنا ما بنتعاملش مع الكيانات الكبيره، عشان كده كل مواردنا وكل قروضنا، يعني لما اقول لحضرتك ان العملاء عندنا 1,200,000 ما فيهمش كيانات كبيره، كلهم الفئات اللي احنا قلناها دي، وبالتالي كل الشغل المصرفي حتى لو حصلت ارباح منه بيعود على النشاط الاجتماعي. حتى الارباح بندخلها بيعود جزء كبير منه للنشاط الاجتماعي. زي ايه يا فندم؟ يعني زي مثال لحضرتك في الموازنه، انا بحمل الموازنه ب 160 مليون السنه دي للقروض الاجتماعيه الحسنه بدون عائد. قروض الاجتماعيه الحسنه بدون عائد. الكلام ده جاي منين؟ من الارباح اللي احنا بنحققها الحقيقه. في ناس كتير قوي بتسال على القروض الحسنه دي يا استاذ احمد، هنوضح ليهم برضو. في ناس كتير قوي بتقول لك الوصول ليها صعب قوي. لا مفيش صعوبه، الوصول عليها صعب قوي. لا خالص خالص، هي بس ليها شروط معينه. طب احنا بندي شروط. احنا بندي الكلام ده لانها مدعمه خالص تماما، مفيش اي عائد. في ظل ان هو لو خد فلوس زي اي مواطن بيحطها في البنك عندي او في اخر بعوائد، فلازم نقنن هي رايحه لمين. هي رايحه للي بيجوز بنته، ولو بيجوز بنتين بنزود له شويه. رايحه للي بيعمل عمليه، ولو يجوز ابنه يعني هو ممكن لو برضه للابن،
بيحصل يعني زواج ما لم يكن ابنه موظف هياخد لنفسه بالظبط. يعني احنا برضو كل حاجه ليها عندنا بالزبط. اسباب وما ياخدوش الاثنين بقسيمه واحده. طب ابنه عاطل يستحق برضه؟ يستحق، هو طالما هو موظف او معاش نقدر ناخد له. مين الموظف؟ للاب ساعتها. الاب للاب لانه هيساعد ابنه. طيب. لانه هيساعد ابنه. انا هنا ممكن بس اناقش حضرتك في الفكره نفسها. الابن اللي هو العريس اللي هيتجوز فوالده هياخد له قرض حسن 5% ما بيشتغلش، الشاب نفسه عاطل. انا هنا ما بشجعش فكره البطاله، يعني انا بقول له هنا ايه؟ بقول له خليك ما تدورش على شغل، خليك قاعد مستريح كده واتجوز، وانت باباك كده كده لانه موظف او معاش هياخد لك قرض وخلاص. لا هو عاطل، هو مش عاطل، هو اللي بيحصل ان في بعض الفئات مش متوثق عملها انها تقدر تتعامل مع البنك. يعني مثال بيعمل في حرف او حاجات مش هيقدر ياخد. ودي بتبقى موجوده بالذات في الاماكن الريف البعيده عن القاهره حيث الوظائف نادره شويه ومش كلها شغل حكومه. فهو بيعمل في اي وظيفه. حضرتك تتخيل ان في بعض الناس مؤهلات عليا بتسوق توك توك. صحيح. هو كويس ده، احنا بنشكره على لازم ما يقعدش في البيت. صحيح. ده مش متوثق عند البنك انه بيعمل. كون والده ياخد له ده مباح وميسر ويقدر يساهم مع ابنه ان هو يتجوزه. قيمه القرض لغايه كام يا فندم؟ 5000 في حاله بنت واحده او ولد و 6000 لو بنتين. طيب اسمح لي قبل ما نرجع نكمل كلامنا على الانشطه الثانيه ناخد بعض الاتصالات لو سمحت. جايه عندي اسئله، عندي اسئله من اسكندريه ومن كذا محافظه. نهال اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. عايزه اسافر او معنى صح عايزه اوضح حاجه. اتفضلي. البنك ناصر في فرع اسكندريه المكان اللي بيصرفوا منه النفقه الشقة بصراحة صغيرة جدا، على أنا رحتها مرتين وفي كل مرة بيبقى زحمة جدا 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 بالسيدات في المواعيد اللي هو من 1 لـ10 في الشهر. دي حاجة. الحاجة التانية وطبعا النظام إن هو فرع البنك في اسكندرية فين يا نهال؟ في السلطان حسين. فين؟ في السلطان حسين. السلطان حسين، طيب تمام حاضر. ايه تاني؟ حاجه تانية وطبعا النظام ان واحده هي اللي بتاخد الاسامي وبتتحط قدام الموظف وبينادي منها، يعني مش سيستم ان الموظف هو اللي بيدي ارقام او الكتروني زي ما شفت دلوقتي على التلفزيون. حاجه تمام. تانية الاجراءات بتاعه البنك صعبه شويه مش مفهومه ومعظم المحامين مش فاهمينها مش عارفين حاجه. طب قولي لي اديني مثل، اديني مثل. انت اتحكم المحكمه حكمت لك بنفقه، ايه الاجراء اللي بعد كده اللي بيحصل المفروض معاكي؟ الاجراء ان انا باخد الحكم وبروح البنك واقول له واسلمه الحكم. بيديني طيب. ورقه بالطلبات، الورق المطلوب. حلو. مثلا انا واحده ما كانش معايا مثلا الرقم القومي بتاعه بتاع الطريقي. مطلوب رسمي من الـ من الـ من البنك. مش موجود في الحكم؟ مش موجود في اي ورقه من الدعوه مثلا اللي رفعتيها عليه او كده؟ موجود، موجود الرقم القومي بس محتاج مستخرج رسمي منه. وديت وانا اخذت الورقه وما فاهمنيش انا اعمل ايه ولا اروح فين ولا اجي منين الصراحه. طيب. ففضلت الف وعملت الورق في مسافه. حاضر. ورحت له في الميعاد قال لي لا الورق ناقص. حاضر، دي نقطة خطيرة ومهمة يعني. كذا حالة. حاضر. معلش، وشفت كذا حالة بترجع علشان ختمة أو حاجة وللأسف مفيش جهة أساسا فاهمة البنك محتاج إيه بالظبط. حاضر. ونوع الورق اللي محتاجه. حاضر. دي مشكلة قابلتها كتير وبنات غيري قابلوها كتير للأسف. حاضر يا نهال، حالا دلوقتي هوجه الأسئلة دي للأستاذ أحمد، أنا بشكرك يا نهال. أستاذ حسن اتفضل يا فندم. كده يا فندم. صباح النور. حضرتك يا فندم ليا شكوى في مديريه فرع الزيتون. فرع الزيتون. ايوه يا فندم. حضرتك كل مره اعمل قرض من هناك تقول لي مش هديك قرض. الصوت معلش مش واضح. حضرتك يا فندم كل مره اعمل قرض من مديريه بنك الزيتون فرع. أيوة. بنك ناصر تقول لي مش هديك قرض. يقول لك مش هديك قرض ليه؟ عشان انت مصاب ثوره ومعاش قدس استثنائي. عشان ايه؟ معاش قدس استثنائي. معاشك من مصابي الثوره وليك معاش استثنائي. جبت لها ورقه من فرع الالفي ان ده معاش دايم وما بتتقعش. مختم النت لقيت لي برضه مش هديه.
انتوا فاهمين يا شباب؟ حد يفهمني انا فاهم. انا فاهم هو رد عليه. طيب خلاص ماشي، انا بس الصوت ما كانش واضح قوي عندي. حاضر يا فندم، هنسالك حالا دلوقتي فرع الزيتون، وعموما انا عندي برضو شكاوى رصدناها على الصفحه من فرع الزيتون، فانا هتكلم فيه حالا دلوقتي. نرجع لسؤال نيهال. طب بعد اذن حضرتك بالنسبه طب اخد بس معلش ندى الاول. حاضر ندى، اتفضلي يا ندى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذه؟ صباح الخير، اتفضلي. اول يا فندم احنا بنشكر حضرتك وكل فريق الاعداد بتاعك وكل الناس اللي قاعده على الكول سنتر، لانهم بجد ناس في خدمه الناس كلها. الله يكرمك. بنشكر حضرتك بشكل خاص واداره القناه بشكل عام على كل المجهود اللي حضرتك بتبذليه. ربنا يخليك. بتجيبي للناس الغير قادر على الوصول للمناصب اللي حضرتك بتجيبيها حلول سريعه وفوريه على الشاشه، وده من نوادر البرنامج بصراحه. ربنا يخليك. يعني حضرتك تجيبي كل يوم مسؤول ما بالدرجه العاليه دي يرد على كل تساؤلات الناس الغلابه، ده من اكبر 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 نجاحات البرنامج. الف حمد يا رب والف شكر، كتر الف خيرك على الكلام ده والله. لو تعرفي زمايلي اللي سامعينك دلوقتي في الكنترول جوه يعني صعد قد ايه بكلامك ده، تسلمي، ربنا يكبر بخاطرك. اتفضلي. فعلا 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 كل الناس الذوق اللي قاعده عند حضرتك بترد على التليفونات وتحولنا مباشر على القناه. ربنا يخليك. من اذوق الناس بصراحه، ربنا يبارك لك في كل فريق الاعداد وفريق العمل بتاع حضرتك يا رب، وكل الجنود المجهوله اللي ورا الكاميرا، وتفضلي انت دايما يا رب مترقصه الكل. الله يخليك، اللهم امين يا رب. اتفضلي، عندك سؤال يا ندى؟ انا دكتوره، بس انا في حالتين معايا محتاجين ان هم يكلموا حضرتك لو تكرمت، وبيتكلموا من تليفوني الشخصي يعني لوجه الله. حالتين؟ لو وقت حضرتك يتسع ليهم يعني. حالتين. طب اتفضلي يا ندى. حضرتك الحاله الاولى ست حاولت تروح تعمل معاش تضامن كيميائي، فقالوا لها لا لازم تروحي تعمليه من بنك ناصر. وراحت بنك ناصر قالوا لها لا انت لازم تروحي الضمان. هي كانت متزوجه وقعدت متزوجه اكتر من 20 سنه واتطلقت، وبعد كده جوزها مات. فهي حاولت تعمل معاش تضامن، قالوا لها انت من حقك تتردي مع زوجي. راحت تترد مع الزوج لانها زوجه اكتر من 20 سنه، قالوا لها لا تطلع على بنك ناصر على التضامن. طيب فبنك ناصر عملوا معاها ايه؟ مش ليكي معاش عندنا، انت تروحي التضامن. بنك ناصر قالوا لها مالكيش معاش عندنا، تروحي التضامن. يا فندم. حاضر ماشي، هسألك في الجزئيه دي. الحاله الثانيه ايه؟ حضرتك كان في ست كلمتك اسمها الحاجه بدريه من المنيا بني مزور. حاجه بدريه، انا فاكره الاسم ده. يا فندم كنت وعدتي ان حضرتك هتساعديها بعلاج ولاد بنتها اللي هم عندهم سرطان على الكبد، كانسر على الكبد. مش كلمتنا يوم ما كان معايا دكتور عادل عبد المقصود؟ معرفش يا فندم، هي تقريبا تقريبا لو انا مش غلطانه، لو انا فاكره صح، والدكتور عادل يومها قال عايز رقمها. حاضر انا هتابع. حاضر. انا يا فندم كفلت بعلاج الليفر الكبد، وانا هي دلوقتي بنتها بتعرض مشكله تانية، ان ست ما كانتش كملت مشكلتها، ان هي عندها مشكله دين قدره تقريبا 12750 جنيه، لكن انا اللهم لك الحمد شكر ربنا وفقني ده بعد اذن حضرتك ان انا اخذت من الخير ده وتكفلت بمشكله علاج الطفلين 3 سنين و7 سنين عندهم كانسر على الكبد. ربنا يكرمك يا رب. طب قولي لي احنا نقدر نعمل ايه تاني؟ احنا هنكلم دكتور عادل عبد المقصود عشان توفير العلاج، نقدر نعمل ايه تاني؟ انا الحمد لله انا دكتوره في معهد الكبد وقدرت اوفر موضوع العلاج دوت، لكن هي عندها مشكله انا تيقنت من صحتها. هي عندها مبلغ مالي عليها 12750. فانا حبيت اذكر حضرتك بالحاله لو في اي امكانيه ان حضرتك طيب تساعديها. احنا الحاله دلوقتي الوافر المحترم بتاع حضرتك، احنا دلوقتي انت هتسيب لنا رقمك يا ندى من فضلك في الكنترول دلوقتي، واحنا بنعرض دلوقتي معاكي اهو حاله الست بدريه اللي عندها اولادها طبعا عندهم المرض ده، ربنا يا رب يشفيه. كتر خيرك يا ندى انت او دكتوره ندى، انت يعني ربنا كرمك وفرت لها العلاج. بنناشد اهل الخير دلوقتي لو يقدروا يسددوا ولو جزء او اللي نقدر عليه من المبلغ ده 12750 للست بدريه. هيكون معانا تليفونها وتليفون ندى اللي تتصل بينا. شكرا ليك يا ندى، انا بشكرك. حسام اتفضل. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذه؟ اهلا بيك يا فندم. ازيك يا استاذه؟ الله يبارك فيك. والله يا استاذه انا مش عارف يعني ايه، كنت فكرت قبل كده مره عشان كانت عمليه لابني. الو؟ ايوه يا فندم اتفضل. كنت فكرت قبل كده عشان عمليه لابني، والحمد لله بفضل الله ماشي. انا بتصل برضه عشان اطمن البرنامج واطمن الاخوه اللي موجودين مع حضرتك ان الحمد لله بفضل الله العمليه بتاعت محمد ابني اتعملت في معهد ناصر بركة البرنامج وحضرتك. تمام، انا بشكر البرنامج وبشكر كل القصة اللي مع حضرتك وحضرتك بالاخص، والجند المجهول اللي مع حضرتك الاستاذ احمد.
احمد صقر. اه ده انا مسميه الجندي المجهول ومسمي حضرتك اخت الشعب المصري. ربنا يكرمك يا رب. اه والله انت اخت الشعب المصري اللي عندك رقاء بالشعب المصري، ربنا يبارك لك. الحمد لله. والله العظيم عارفه اقول حاجه، ربنا يكرمك انك انك حريص انك تكلمنا تطمنا كده، ربنا يكرمك. الحمد لله يا استاذ، الحمد لله. السؤال الثاني ده عايزنا اتفضل للضيف الكريم، ربنا يبارك له. اتفضل. دلوقتي انا باخد معاش عن والدي، رحت عشان اعز، كنت عايز اعمل كارد للبنك الاخر، ماشي، انا باخد المعاش دوت عن والدي عشان عندي عجز عينيا، تمام. فالبنك ناصر قالوا لي ما ينفعش، لازم عشان انت بتاخد معاش عن والدك، تمام، فما ينفعش عشان انت لازم تيجي التقرير الطبي والكلام ده كله. انا باخد المعاش بقالي 5 سنين من ساعه ما والدي توفى، تمام. فالتقرير الطبي انا فعلا كل سنتين بكشف، ماشي. فقالوا لي لا ما ينفعش. فكنت عايز اعرف ايه البديل او ممكن يحصل ايه عشان اعمل القرض. بس كده، هو ده السؤال. حاضر. بشكرك جزيل الشكر يا استاذ حسام. وخليني بقول يعني هو الحمد لله رب العالمين، ده يعني بركه دعاء الوالدين. انا والله العظيم مش عارفه اقول حاجه، بس يعني فضل ربنا سبحانه وتعالى، واحنا دايما بس بنقول ربنا يا رب يجعلنا سبب في خدمه الناس بس، ويعني ربنا يجبر بخاطر الجميع يا رب. بمناسبه جبر الخواطر، انا بشكر دكتور شريف فاروق الحقيقه كل الشكر لانه اتصل بينا حالا دلوقتي. والست بدريه اللي عندها مشكله وعندها مبلغ دين، دكتور شريف فاروق مشكورا اتصل بينا دلوقتي وبلغنا ان هو متكفل بالمبلغ بالكامل، وطالب انه الست بدريه تروح له تقابله ان شاء الله يوم الاثنين بعد بكره الساعه 10 الصبح. بشكرك يا دكتور شريف، بشكرك كتر الف 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 خيرك. يعني في ام النهارده حتبات بالليل وهي يمكن بتدعي لك ان شاء الله باذن الله يا رب. الف شكر يا دكتور شريف. ندى سابت تليفونها بس لان ندى اللي هتوصلنا بالبدريه، الست بدريه. طيب تمام، شكرا يا شباب. استاذ احمد. ايوه، نرجع لنهال اسكندريه. اول اتصال كويس قوي. فرع البنك في اسكندريه، سلطان حسين. شقه صغيره ومش مناسبه بالزبط. وبتتكلم على الاجراءات والرقم القومي، والرقم ثلاث حاجات بالظبط. بالنسبه هو فرع محافظه اسكندريه، احنا لينا فرعين فيها والفرعين قريبين من بعض. فرع اسكندريه في عرابي، وده اللي تم افتتاحه كاحد فروع مطوره جديد. وفرع سلطان حسين، في مشكلة في اسكندرية سبب الزحام، ان عدد الحالات اللي بتصرف النفقة على مستوى محافظة اسكندرية هي رقم واحد في مصر. الفرعين كل فرع فيه 9000 وشوية، فده بيعمل عبء في المكان. طب البنك بيفكر في ايه؟ ما نفتح فرع تاني. لا، وهقول لحضرتك اللي احنا لسه متكلمين في اول اللقاء، قلنا هما بيبقى الزحمة عشان الصرف. احنا بنيسر لهم اكتر من وسيلة للصرف دلوقتي. هي تقدر تصرف بالموبايل ان شاء الله، تقدر لان التطوير المكاني بياخد وقت شويه، وايجاد مكان برضو بياخد وقت شويه، لكن الايسر ايه؟ تقديم خدمات سريعه وميسره. تمام. هي تقدر تصرف بكارت الاي تي ام. حلو. ده كلام مش من بنك مصر فقط، او البنوك الاخرى. طيب برضو هو ده طبعا حل، انها بدل ما تروح البنك تصرف بالاي تي ام، تصرف من المكنه او من اي بنك اخر، او الموبايل بقى، ما احنا داخلين على الموبايل. او الموبايل بمناسبه البروتوكول الجديد. تمام. بس يعني برضو الناس ممكن تسال ايه السبيل ان انا ممكن اوسع المكان، ان انا اخد مكان فرع تاني؟ ايه خطه تطوير البنك اللي هنتكلم عليها؟ اصل اسكندريه محافظه. ما احنا في خطه التطوير، احنا يمكن بلغنا حضراتكم، احنا هنتكلم عن تطوير البنك. تطوير البنك من ضمنه مش هطور الحالي بس، عايزين نفتح منافس جديده، لان تزايد العملاء ده شيء كويس مش وحش. طب الجزئيه اللي كانت بتسال فيها، طبعا تزايد العملاء ده من مصلحتنا كلنا. احنا بقى مهمتنا كمسؤولين ان احنا نوفر بدائل عشان الزحام، وبدائل اماكن كمان. طيب بس. موضوع الطلبات يا فندم. ايوه. ودي حاجه مش في بنك مصر بس، بصراحه شديده جدا. يعني ده عن تجارب شخصيه ناس كتير قوي. تسمع عن القروض وتسمع عن التيسيرات وتعالوا البنك وتعاقد واعملوا كده. اول ما تروح تلاقي اجراءات كتيره قوي وتعقيدات كتيره وطلبات كتير قوي منك. فانا هاخد هنا كلام نهال، موضوع الرقم القومي لطالقها، طب هي تجيبه ازاي؟ برضو ما هو صعب شويه. لا هو هي مع حكم المحكمه مثلا، هي في طريقتين مثال. عندها مستندات بكده في قسيمه الزواج، في قسيمه الطلاق لو في طلاق الرقم بيبقى موجود. في كمان تقدر كان صوره بطاقه له، مش شرط انها تحصل على مستخرج رسمي من الرقم القومي، لكن باي وسيله. طب ليه احنا بنطلب ده؟ احنا بنطلب ده علشان نقدر نتابع المدين ونحصل منه فلوس النفقه، لان انا بصرف
بصرف النظر عن التحصيل. هي لازم تتعاون معانا عشان برضو نقدر نجيب هذه الأموال عشان برضو صندوق الأسرة يقدر يستمر ليها ولغيرها. بس طيب حسن من الزيتون، إنما عايز أرد على حتة الإجراءات وليه بعض الناس بيشتكوا. هو اللي بيحصل إن البنك بصفة مبدئية أو أي جهة في مصر الحقيقة بتدرب الناس تدريب جيد وتعليمات واضحة، ولكن البعض احنا عندنا زملائنا الحمد لله يعني بيبذلوا اقصى جهد مع العملاء، لكن اللي هي بتشتكي منه في الزحام او غيره ما مأثر عليا برضو على زميلي اللي في اسكندريه، لكن لا نخر ابدا انها بتقدم او يبقى في ورق ناقص. احنا اي عميله بتتقدم بتاخد ورقه بكل الاجراءات او المستندات المطلوبه. وده تعليمات لينا للناس كلها. طيب شكوى من فرع الزيتون يا فندم، عشان انا برضو غير المتصل الكريم انا فعلا عندي شكاوى كتير من فرع الزيتون. فرع الزيتون بيخدم منطقه كبيره جدا في القاهره، ولكن الاخ اللي تقدم الاستاذ حسن بيتكلم على معاش استثنائي وليس ثابت. لو هو عنده ما يفيد ان المعاش ده ثابت يتقدم لينا في البنك وهنيسره الاجراءات. طب ليه بنقول ثابت؟ لان لو اديت له القرض على 5 سنين او على 3 وجه اتوقف المعاش بعد سنه وما هوش بصفه مستمره البنك مش هيقدر يحصل على بقيه القرض. المعاش الاستثنائي ما بناخدش بيه قرض. ما بناخدش بيه قرض. لا لا، لانه ممكن يتوقف في اي لحظه. طيب حسام اللي اتصل بيتكلم على معاش والده، معاش عن والده. نتكلم عن ندى طيب الاول كده، لان طيب ماشيين. ندى كانت بتتكلم على معاش التضامن ووالدها عايزه تاخد معاشه. دي كانت لاختصاص التضامن مش بنك النصر خالص. بنك النصر بيقدم خدمات مصرفيه الناس واجتماعيه. الناس على فكره عندها لبس، يا ريت نوضح بقى. احنا بنوضح بنك النصر بيقدم خدمات مصرفيه واجتماعيه خارج نطاق صرف المعاش نفسه. ان انا تستحق المعاش ولا لا ده موضوع مش بتاعنا. ده التضامن. 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 يعني استحقاق المعاش من عدمه ده تبع التضامن. التضامن مش انتوا اللي بتقرروه. مش احنا اللي بنقرره خالص. حضراتكم بتصرفوا بس. بنصرف المعاش او نقدم او نقدم مساعده او قرض او خلافه. فهي لازم تجي لك بالورق عشان تصرف المعاش. مظبوط. او تقدم قرض او مساعده. ده انا اقدر اوفره، لكن المعاش نفسه المنح نفسه لا. المعاش من التضامن. من التضامن. من التضامن. طيب عشان دي بس كانت عامله لبس عند ناس كتيره جدا. تمام. طب حسام، بس قبل حسام اخد صباح ممكن؟ اتصال هاتفي. صباح اتفضلي. صباح الفل. يا صباح الياسمين. يا رب يجعل يومك ورد ان شاء الله ويكفيكي شر المرض. هم امين. وجميع الاستعداد بتاعك كله، ربنا يديك الصحه يا رب. اللهم امين يا رب العالمين. والاستاذ اللي قاعد معاك يا الله يكرمك يا رب. استاذ احمد صالح اتفضلي يا فندم. يا رب ماشي يا بنتي الله يكرمك. بقول لحضرتك بص يا صباح. ايوه. عشان تقولي لي واقول لك لازم تطفي التلفزيون خالص. ماشي ماشي ماشي. ثواني اتفضلي. على وطي التلفزيون. بنسمع الحوارات العائليه اللي في البيوت، والله ده شيء جميل جدا. ايوه يلا يا صباح قولي يلا. ايوه حبيبتي اتفضلي. انا دلوقتي كنت رافعه على الشركه بتاعتي، كنت عامله عمليه الغده ورافعه عليهم قضيه. فالمعاش بتاعي لغايه دلوقتي من 2008 خدت المعاش 1170. عندي اسناني بتنزف واختي سلفالي 15000 وخلاص يعني كده. انا ممكن اتصلت بك قبل كده على الميه ومحدش سال فيا. على الميه يعني ايه على الميه؟ كان في استاذ مع حضرتك للميه العميد روحي الصرفي. اتصلت بيكي محدش سال فيا. فانا دلوقتي اتصلت بيا. ثواني لا ثواني يا صباح بس ثواني يا صباح. دخلتي على الهوا معايا واخدوا رقمك ومحدش من شركه الميه كلمك؟ استاذ اسمه شادي واداني نمرته وبتصل بيه ما بيردش عليا. شادي ده زميلنا احنا ولا شادي في الشركه؟ من الشركة يعني من شركة المية؟ بس أنا دلوقتي هراجع معاك. سناني بتنزف. طب قولي. السناني بتنزف. أنا معاشي 1170 واخدة جزء من معاش والدي كله، ده مش نافع. الدكتور قال لي عاوزة منك 20000 لسنانك. طيب وأنا مش عارفة أعمل إيه، والدنيا قدامنا ضيقة يا بنتي، ربنا يكفيكي شر المرض. طب طلبك ايه بس يا صباح عشان اعرف اوجه سؤال لاستاذ احمد؟ طلبك ايه؟ بصي دلوقتي حد يقدر يساعدني في البنك ده؟ طب انا هسال استاذ احمد وهتسيبي رقمك يا صباح وانت هتسمعي الاجابه بنفسك. انا بشكرك. سحر اتفضلي. سحر. ايوه انا مع حضرتك. قولي يا سحر اتفضلي. انا دلوقتي باخد نفقه لابني، الجامعه بتبعت شيكات لبنك نصر فرع الجيزه،
في 2013 على الأرصدة الداينة عشان ما كانش ليا ملف عندهم. فدلوقتي لما نقلت عملت الورق في بنك ناصر فرع المهندسين في 2014 في 10/2013، فأنا الجامعة كانت بتبعت لسه على فرع الجيزة. فدلوقتي حوالي سبع شيكات راحوا على فرع الجيزة، ومعانا والجامعة مديانا جواب رسمي بالكلام ده، وهما فرع الجيزة بيقولوا ان هما ما فيش عندهم في الشيكات دي، وانت جاية متأخرة تسألي عليها ليه. ده الكلام ده من 2013 او من 10/2013 ل 4/2014. ده فرع ايه تاني يا سحر؟ معلش فرع الجيزة. حاضر حاضر، هسألك حالا دلوقتي، اسمعي الاجابة يا سحر. استاذ امين اتفضل. اتفضل يا فندم. حضرتك انا راجل عاجز، عندي 50 سنة وباخد معاش 840 جنيه بقبضها من التأمينات، وعندي بنت قديلة 14 سنة ما شفتهاش، 14 سنة ما شفتهاش، وبيني وبينها أقل من 1000 متر بسبب النفقة، ومعايا طبعا كنت منفصل عن أمها، ومعايا 3 أولاد تاني، ومش عارف اخد من بنك مصر اعانة ولا حاجة، ولا عارف اشوف بنتي بسبب 14,000 جنيه عليا نفقة. والدتها ما ودتش حكم النفقة بنك ناصر علشان تضغط عليا، عشان لو انا رحت بنك ناصر، لو ودت الحكم بنك ناصر مش هتاخد حاجة، عشان انا كل اللي باخده من المعاش دلوقتي 240 جنيه، عامل قروض واخد 240 جنيه بس، ومعايا 3 أولاد وامهم، وانا مشتاق على بنتي، نفسي اشوف بنتي، مش عارف اشوف بنتي، دي ال 14 سنه ما شفتهاش، امي ماتت من غير ما تشوفها، والدي مات من غير ما اشوفه، وانا عندي 50 سنه وعاجز، يعني عندي نسبه رؤيه 5% بس. انا نفسي اقول لبنتي حاجه واحده بس، ممكن تديني كلمه هقولها بس. بنياتي قلبي مشتاق الى رؤياكي، شق المزار وما عرفت سواكي، اوليتني حبا وعطفا صادقا، فالجود في دنياي بعض عطاقي، ما حيلتي والفقر باعد بيننا، حتى رأيت البؤس في مرآك. شكرا يا فندم. أنا عايزة بس أسأل سؤال، يعني أنا طبعا ما أعرفش التفاصيل الشخصية، ولا أقصد الزوجة الكريمة دي أو طريقة المتصل الكريم ده تحديدا يعني، بس يعني ما اعرفش، بس انا فكره انه برضو الام تمنع اولادها ان هم يشوفوا ابوهم او الاب يشوفوا اولادهم دي قاسيه جدا. احنا من سنين طويله قوي بنقول ارجوكوا ارجوكوا نفصل الخلافات الزوجيه، خلاص ايا كان، هو اذاكي، هو ضايقك، هو خانك، هو ما صرفش عليكي، هو عمل اللي عمله، خلاص انت طلبتي تنفصلي، او هو طلقك، او انت اتطلقتي وخلصت. الولاد ذنبهم ايه؟ اب يقعد 14 سنه مش عارف يشوف ولاده ليه؟ يعني قاسيه جدا الفكره دي الحقيقه، حقيقي في منتهى القسوة. أنا معرفش أي نوع من الأجيال بنربي، أجيال شكلها إيه وقلوبها من جوه ونفسيتها من جوه وعاملة إزاي الحقيقة. أنا هسأل لك حاضر الأستاذ أحمد دلوقتي إيه اللي ممكن يتعمل. أخد بس أحمد كمان ورد على اتصالات كلها مع بعض. أستاذ أحمد اتفضل يا فندم. إحنا معانا إن شاء الله معانا تلت ساعة زيادة في الوقت، إن شاء الله نلحق ناخد اتصالات أكتر. اتفضل يا فندم. ألو. اتفضل يا أستاذ أحمد. أيوه أنا أحمد عبد الله يا فندم. اتفضل يا فندم. الله يبارك فيكي. بص يا ست، بكناتكم المحترمه وشاشتكم المحترمه، وانتم ناس محترمين، ربنا يبارك لكم يا رب. تسلم يا رب. تسلم. الله يبارك فيكي. انا حضرتك معايا تأشير من المحافظين، يعني ما احترمتش وما تنفذتش، فذهبت الى المحكمه، خدت حكم محكمه بتاريخ 28/1/2014، وقمت حضرتك بإعلانات محافظة القاهرة، أعلنت المحافظة وأعلنت كل المسؤولين بتنفيذ الحكم علشان آكل عيش، وأنا راجل مسن. خدت البال حضرتك؟ حكم المحكمة ما يتنفذش حضرتك، مش دي أحكام البلد وقرارات البلد، مش تتنفذ حضرتك. عملت المستحيل، نشرتها في مصر، جريدة مصر اليوم، أكثر من 10 مرات نشرتها حضرتك، روتر يوسف اكتر من مره، طب نشرتها جريده مصطفى بكري اكتر من مره، طيب نشرتها الاهرام، الاخبار. طب قول لي يا استاذ احمد عشان ده طيب قول لي عشان ده خارج سياقنا
واحنا عندنا مشكله في تنفيذ في تنفيذ الاحكام. احنا عندنا بطء شديد جدا في تنفيذ الاحكام نتيجه حاجات كتيره قوي يمكن هي خارج سياق كلامنا دلوقتي. بس قول لي انت الحكم اللي انت واخده بايه معلش تاني، او اسم ايه بيتبع التنفيذ عليه اسم ايه حضرتك؟ بتنفيذ لو ماخذ حكم بباترينا في جراج العتبة والمكان بيتبول فيه ويترمي فيه جمامة وزبالة، قلت انضفه وهاكل فيه عيش وهدفع ايجارات لان دي عملات دولة. الحي لو ماخذ حي المسك ما منح، قال لي عايز لو ماخذ مديني جواب، قال لي هات لي المستشار القانوني، هات لي لو ماخذ هات لي عقد من ادارة الاملاك عشان تدفع ايجارات. طيب انت تبع اسم ايه يا استاذ احمد؟ انا تبع اسم المسكي وتبع حي المسكي. حي المسكي واسم مسكي. طيب انت دلوقتي انت شت المحافظ في همسه عتاب في جرايد في شمال في يمين صناديق. بشكرك يا استاذ احمد، انا رسالتك وصلت بالكامل على الهواء. اتمنى وانا عارفه ان المكتب الاعلامي في وزاره الداخليه الحقيقه بيتابعنا باستمرار، اتمنى لو نقدر نقدم المساعده. ان الراجل مش طالب حاجه، الراجل معاه حكم محكمه من 2014، كل اللي طالبه تنفيذ الحكم، تنفيذ الحكم. لو في اي حد يقدر يساعده من الحي حي المسكي او من وزاره الداخليه يا ريت يتواصلوا معانا. احنا معانا تليفون استاذ احمد عبد الباقي. بشكرك يا فندم. سلوى حاولت تتصل بينا مره ثانيه، بعتذر الخط قطع. احنا كنا وصلنا عند حسام معاش والده. تمام. الاخ ابو المواطن حسام، المواطن حسام لو بياخد المعاش بصفه مستمره تمام يتقدم لينا في المركز الرئيسي، قابلنا انا شخصيا وهنسهل له الموضوع. الله لكن لو هو مؤقت زي ما شرحت لحضرتك المؤقت ما بياخدش، فحسب الحاله بتاعته هنتصرف. لو هو مؤقت، لو المعاش المؤقت لانه بيبقى ما نقدرش ندي قرض على سنوات وهو مؤقت، يمكن تمام. دي لائحه البنك، لان برضه مش هنقدر نحصل على القرض اللي تم منحه. لكن لو هو واخد صفه الدوام احنا هنيسر له الامور وهيصف ان شاء الله. طيب استاذ حسام لو المعاش ده دائم هتروح تقابل استاذ احمد صالح في بنك ناصر. بقى حضرتك فرع ايه؟ 35 قصر النيل. 35 قصر النيل. تمام. هتقول له بس انا حسام اللي اتصلت بيك في صباح دريم على الهواء استاذ احمد صالح، تسال عليه لو معاشك دائم. صباح عمليه الغده ما فيش مشكله عندنا، هي تتقدم لاقرب فرع ليها. ويا ريت بس لو في رقمها نتواصل معاها. حاضر معانا، احنا خدنا رقم صباح يا شباب. كل الارقام معانا، كل الارقام معانا. تمام ماشي. سحر اللي بتسال على النفقه، الحكم النفقه اللي واخداه لابنها من 2013، بتتكلم على الشيكات وبتتكلم على فرع الجيزه. لا هو بس في لبس، هو احنا بنصرف بصرف النظر عن التحصيل. فلو هي بتتكلم على صفه الصرف المستمر، احنا ما بنوقفش الصرف على تحصيل من الزوج خالص، احنا بنرجع له بطريقتنا. لكن لو هي ليها في الفلوس دي حاجه او عايزه تسويه تتقدم لفرع الجيزه، وانا هعمل اتصال بان يسهلوا لها وتتم عمليه المراجعه ونشوف الغرض ايه من المراجعه دي. طيب تمام. امين اللي معاشه 840 جنيه. هو 440 جنيه. 840 جنيه. 840. وقال انا بصرف 240. ايوه. هو حالته متشابكه شويه لان عليه نفقه وعليه قرض. برضه ده اللي ما بيشوفش بنته من 14 سنة. ما فيش عندنا مشكله. هو بالنسبه لبنته ده ناحيه قانونيه يقدر يعمل دعوه رؤيه وحاجات زي كده. بس هو الفكره انه بيتكلم انه لو قدر البنك يقدم له خدمه. ما هو يا ريت يبقى برضه يتصل بينا. هو نتيجه النفقات المتراكمه عليه مش عارف يشوف بنته برضه. طب لو يتواصل معانا برضه وعشان ظروفه مش هنجيبه المركز الرئيسي، هو يتقدم لاقرب فرع، بس هناخد رقمه من الكنترول. وانتوا بس تبلغوا الفرع اللي هو لان احنا نحرك الورق مش العميل. احنا عايزين العميل يرتاح وما تبقاش. الله يخليك يا استاذ احمد. والله ربنا يخليك يا رب. طيب امين يا شباب، امين نعلم عليه نعلم عليه، يمكن ربنا يجعلنا سبب انه يشوف بنته يا رب ان شاء الله يا رب. احمد طبعا ده احمد عبد الباقي موضوعه مش عند حضرتك، موضوعه طبعا تنفيذ الحكم. عايزه اتكلم حضرتك على، لان حضرتك ذكرتها كم مره، يا ريت نتكلم بالتفصيل اكتر، ازاي بنفكر نطور اكتر فروع البنك. فكره التطوير هو. التطوير مش بس عدد الفروع ولا جوه الشبكات نفسها والبرامج زي ما كنت بسال دكتور شريف. كلام حضرتك مظبوط، ونضيف عليها تدريب بقى الموارد البشريه طبعا، لان هو ده اللي بيقابل العميل وهو ده اللي بيريحه يا اما يبقى فيه قصور زي الست اللي بتشتكي بالظبط. هو المقصود بها توحيد مفاهيم كل الفروع وكل الزملاء اللي بيأدوا العمل. حتى لو الظروف عنده صعبه لما بنطور له الفرع نفس الزميل اللي بيؤدي هيأدي احسن. ده مؤكد.
التدريب هيرفع مستواه. وفي انتشرت في مصر فتره خدمه العملاء وتدريبات وبعدين الناس نسيت تاني. لا، خدمه العملاء كل يوم الحقيقه ومطلوبه من كل واحد، زي ما حضرتك بتعملي انت خدمه عملاء لكل الناس اللي بتشوف حضرتك. صحيح. بيدعوا لك يبقى حققت الهدف، حققت الهدف تماما. طب لو حصل لا قدر الله ان لا الطلبات اللي بتيجي في حاجه مقطوعه ما وصلتش، العميل عايز يقضي مصلحته. حلو. اذا ده حصل في بنك مصر تمام، طب نعمله ازاي؟ انا عشان احقق ده يا فندم محتاجه الموظف، عشان كده انا بشكرك. أيوة. انك بدات موضوع العنصر البشري الهيومن كابيتال ده، هو اهم عنصر الحقيقة. لانه الموظف ده اللي بيستقبل العميل ويقول له انا طالب منك ورقك اللي مطلوب 1 2 3 4، ويشرح له ويفهمه، ولما يروح يجيب الورق ويرجع له يدله ان هو يعمل ايه. بس ان انا ادي المعلومه، مش قصدي على البنك ده تحديدا، ادي المعلومه للمواطن بالقطاره فيروح كعب داير رايح جاي، دي مرهقه جدا على المواطن. هو ده المؤلم للمواطن الحقيقه. طبعا ده في كل المصالح الحقيقه. صح. ولا ننكر ان في بعض في كل الاماكن كفاءات بتختلف من واحد للتاني، وهنا دور الاداره ازاي تدرب الناس وازاي تدريب مستمر والتذكره مش بمزاج الموظف، يعني مش بمزاجه يبقى قاعد بيمثلنا وهو يعذب عميل او يريحه، مش رؤيه شخصيه. هي سياسه عامه المفروض كلنا في كل موقع يكون في راحه للمواطن بدون ما نخالف اللوائح. فان شاء الله في تدريب، والدكتور شريف الحقيقه مهتم بالتدريب جدا. احنا بنتكلم دلوقتي وفي تدريب كان مستمر لحد يوم الخميس، وهيبدا التدريب من بكره. التدريب ده الهدف منه رفع المستوى، رفع المستوى الحقيقه ومستوى الاداء، وجزء منه خدمه عملاء. مفيش مره بنتقابل مع زملائنا في الفروع وهم فعلا بيقابلوا الناس كويس. اذا كان حد عليه ضغوط احنا بنعمل تدوير عماله، مش عيب ابدا ان احنا نبقى عارفين ان في واحد او اتنين عنده مشكله، احنا نعمل تدوير عماله ونبعده لحد ما يستوعب ازاي يتعامل مع الناس. ده قمه الشجاعه. مفيش مشكله عندنا في كده خالص، ان انا اعرف مشاكلي فين وعلى. وعلى فكره احنا بنقول لهم دايما مش عايزين العميل يجي لنا، لان ده هيبقى مؤشر. انا خدت بالي في المواطن اللي حضرتك بتتكلم عليه استاذ امين اللي عايز يشوف بنته، حضرتك قلت احنا هنحاول نحرك الورق. ده الرساله بتاعتنا. حكايه ان انا اقول ابعتوا لي العميل، لا ده مش صح. واحد هيجي من المنيا، واحد هيجي من سوهاج، لا ده كلام مؤلم، وانا ليا مندوب هناك، انا اللي اوصي واشوف الورق فيه ايه. حرك الورق والموظفين بتوعي ما حركش العميل نفسه كتير. هايل. بس يعني بما ان احنا بقى بنتكلم بصراحه شديده جدا وبنرصد فين مشاكلنا والنقاط الضعف اللي عندنا، بنك ناصر كتير بيتقال في كتير من الفروع ان في مشكله في الويتنج ارياز او مناطق الانتظار، لدرجه انه في فروع الناس ممكن تقعد فيها على الارض او تستنى فيها بره، يعني تاخد يعني. ده ازاي نشتغل عليه يا فندم؟ كويس. احنا عندنا 93 فرع. ال 93 فرع المطور منه 25. ففي مشكله، فعلا في مشكله، اما المشكله في المكان مش كافي فبنحاول نشوف مقر له. طب خطتنا احنا كل اسبوع بنتقابل مع الدكتور شريف عشان نتكلم في التطوير، ايه اللي تم وايه اللي هنعمله. راصدين مبالغ في الموازنه عشان نطور، بس مفيش اليه ان نطور الباقي كله مره واحده الحقيقه. لا من الناحيه الماليه ولا من ناحيه المناقصات اللي بتتم. احنا خاضعين لقانون، وقانون المناقصات بيتم، واجراءات ولجنه بت، حاولنا نخرج من ده، وان شاء الله هيبقى في بروتوكول قريب مع احدى الجهات السياديه عشان التنفيذ يتم بعدد كبير من الفروع مره واحده. لان لو استنينا اللي متطور ال 25 اللي بنتكلم عليه على ما نخلص ده هيبقى هو محتاج تطوير. ده دايما سؤال الحقيقه، ودي نقطه مهمه جدا. هل التطوير المفترض انه يبدا في نستنى لغايه لما نبدا في كل الفروع مره واحده، ولا اللي جاهز عندي او يعني قابل للتطوير ابدا بيه الاول لغايه ما الباقي يبقى جاهز للتطوير؟ لا، مؤكد اللي قابل للتطوير. احنا ماشيين بخطتين مع بعض، خطه اللي قابل للتطوير، وفي فرع مش محتاج اكتر من تحسين مظهر، وفي فرع لا جدوى من تطويره. زي ما حضرتك عارف المكان ضيق ما يسعش عدد العملاء اللي زاد، لا لازم اخرج بره واجيب مكان بديل. كل الفروع ال 93 احنا بنتكلم عنهم فرع وحاطين خطه لتطويرهم. لكن معلش الحاجات بتاخد وقت شويه، اما لاسباب خاصه بالموازنه، واما حاجات خاصه بالقانون بنحاول نخرج منه بنواحي قانونيه برضه. الجهات السياديه من حقنا نتعاقد بالامر المباشر. حضرتك قلت حاجه في منتهى الاهميه، انا عندي فرع ممكن يبقى كل اللي محتاجه ازود عدد كراسي مثلا، وعندي فرع تاني كله على بعضه محتاج يتفرمط، يعني لا في مشاكل، عايز مكان بديل. عايز مكان بديل. واحنا الرصدين ده وكل فرع كاتبين قصاده احنا عايزين فيه ايه. هتكلم معاك على الميزانيات في التطوير دي، تهمنا برضه. مهم. بس اخد استاذ ابراهيم من جنوب سيناء. صباح الخير يا فندم.
صباح الخير. اتفضل. دلوقتي انا قدمت، انا معاشي متحول على بنك ناصر من فتره يعني على المعاش، وبعدين قدمت على كارد لبنك من بنك ناصر اترفض لان عندي مشكله في بنك بركليز، كنت شارع عربيه من 2011 وبعدين سددت ثمنها، لفوجئت انا رايح اعمل بطاقه لقيت البنك رفع علي قضيه من 2015 من غير بيبلغني، انت عليك 18000 جنيه فوائد والفوائد ممكن اخليها لك 8. طب انا هسد منين؟ قلت اعمل قرض عشان اوصل المشكله دي، لان مش معقول انا عندي 64 سنه واتحبس على بعد سن طويل، والعيب لعيب البنك، انت بنك بعت لي العربيه وخدت الفلوس، ازاي جاي لي بعد اربع سنين او خمس سنين تقول لي دي فوائد تاخير عليك 18000 بس ممكن ادفعهم لك 8000؟ طب ازاي؟ طب انا قدمت على عليا معاش، فقدمت على قرض عشان اخد المعاش، اقدر اخد القرض ده اقدر اسد البنك عشان ما اتحبس بعد العمر دوت. هو قايل لك الكلام ده؟ البنك قايل لك الكلام ده بشكل رسمي في ورقه بتقول لك بنك بركليز؟ لا، رحت لقيت رافع عليا قضيه باسم الزيتون، بعت المحامي بتاعي، لا فعلا، ورحت قابلت مدير البنك قال لي خلاص هم 18000 فوائد ممكن اخليهم لك 8. طب يعني انا على المعاش وازاي جاي لي بعد الفتره دي وانت بيعت لي العربيه، محامي من عندك اشتراها في البنك وخد الفلوس ودفعت كل الفلوس، قلت لي ما عليكش حاجه واداني المخلصات القضايا اللي هو كان عاملها لي، ازاي بعد خمس سنين جاي تطالبني بفلوس؟ لا خليك معايا يا استاذ ابراهيم ونبي ما تقفلش التليفون. استاذ احمد المشكله غريبه، انا هوضح لحضرتك. هو عايز ياخد قرض من عندنا عشان يسد المبلغ ده. حلو. المشكله ان كل البنوك بتعليمات البنك المركزي بترجع لاي سكور، اي سكور استعلام ائتماني، فيطلع عنده مشكله مع باركليز تبقى مانعه للصرف. فلازم يحل مع باركليز الاول. احنا بتبقى لينا الرؤيه لما يكون عاملنا نقول يعمل ايه يعني ايه. بس هو احنا بناخد من وجهه نظر حضرتك او يعني بخبرتك برضو، يعني ايه بنك يقول له انت عليك 18000 ممكن اخليهم لك 8؟ يعني هو له سلطات في تخفيض الغرامه، عليه 18000 في الغرامه وليست وليست في الاصل، في اصل المبلغ، في الغرامه، فهو له سياسه في الغرامه. احنا لينا سياسه، احنا ممكن نخفض لحد 90%، وممكن لو عرفنا ظروفه نقدر نشيل، لو ثبت تعثر العميل لاسباب خارجه عن ارادته او ظروفه لا تسمح. لا بنتصرف فيه. بس يا فندم الراجل فعلا يعني بيقول لك الراجل انا عنده 64 سنه. ما احنا من هنا بنناشد بقى بنك باركليز يحلها له الحقيقه، لانه المشكله دي مش عندنا. انا عارفه المشكله مش عند حضرتك، انا اقدر احلها مع بنك باركليز وهو قال كده. هو الاستعلام هو، طب ايه اللي مخليه يلجا لباركليز؟ ما هو واخد مخالصه انه بيطلع في الاستعلام الائتماني ان عنده مشكله مع باركليز اي سكور، فلازم يحلها يا جماعه. بس ده الريسك. الخطوره في التعامل مع قروض البنوك والحاجات دي، إن هو بس لازم تكون المخالصه مانعه، يعني بياخد مخالصه ما لهوش حاجه، ما اقدرش اتكلم عن البنك الاخر. تنصحه بايه؟ لا هو لازم يدخل للسلطه الاعلى في باركليز، يعني التعليمات المصرفيه دايما كل سلطه ليها حدود في التخفيض، ويشرح ظروفه وسنه، واعتقد يعني هيكون في تعاون، ومن خلال برنامج حضرتك ده بيأثر في كل البنوك مش بنك مصر بس. يا ريت يتعاونوا معاه ويحلوا له المشكله. طيب والله يا ريت لو في حد من مجلس اداره باركليز دلوقتي، واعتقد هم يحلوها ان شاء الله. يعني بسيط. يعني نتمنى ان شاء الله باذن الله انه يعني يتم، بس لانه صعب قوي فعلا. الراجل في عرف مصرفي، في عرف مصرفي اصل المبلغ ده الناس بتاخده. طيب. لكن الغرامات لا، ممكن نتكلم فيها كتير، ممكن نتكلم فيها. وفي بنك زي بنك ناصر عنده up to 90% يقدر ينزل واكتر كمان، بس نلاقي الظروف ايه على حسب الظروف. بس انتوا بنك الغلابه برضو، البنوك التانية قطاع خاص يعني كده بس المفروض تساهم في المجتمع برضو الحقيقه. يعني طبعا في حالات انسانيه. في حالات انسانيه. استاذ ابراهيم انا هنصحك مع الاستاذ احمد صالح زي ما قال حضرتك، معلش بس هتنزل بنفسك، بلاش المحامي بس، يعني روح برضو لما تكون حرك بنفسك موجود قدام الاداره العليا في البنك، ممكن لما يشوفوا حالتك يعني ان شاء الله باذن الله يعني يحصل كونسيدريشن او اعتبار لوضعك ولسنك ان شاء الله. نتمنى باذن الله اداره بنك باركليز تتعاون باذن الله في ده. احنا عندنا قلنا 93 فرع صح كده. طيب الخدمات المصرفيه يا فندم لو عايزه الخصها كويس قوي، خدماتنا المصرفيه والاجتماعيه جزء لا يتجزا مع بعض، لان اي خدمات مصرفيه بتقدم في النهايه ناتج الاعمال اللي بحققه اخر السنه جزء منه بيوجه للخدمات الاجتماعيه. فلما نيجي نقول انا زي اي بنك بيدي تمويلات للموظفين والمعاشات، وليس يعني انا بزيد عن البنوك الاخرى، انا الفئات بتاعتي المستهدفه موظفين ومعاشات وذوي الدخول منخفضه جدا، فبقدر اديهم كمان قروض حسنه. انتوا اعتقد الاكثر فقرا في المجتمع بيتعاملوا مع الاكثر فقرا ومتوسطي الدخل الاثنين. ودول حبايبنا يعني، لان دول المجتمع المصري. الحقيقه حبايبنا الغالبيه العظمى فعلا يعني،
ودول فعلا اللي بنلمس ونفسنا بقى فاضل حاجه واحده نحسن لهم الخدمه نحسن لهم المكان لان هم راضيين عن الخدمات لكن المكان دايما بيشتكوا. احنا بنحاول كده الدكتور شريف مهتم بدي معالي الوزيره باعتبارها رئيس مجلس اداره مهتميه بدي كل شغلنا دلوقتي تطوير. طيب بمناسبه التطوير ومستقبله بكره يعني الشباب مشروعات الشباب اخبارها ايه نصيبها ايه في التطوير عندكم والتمويل في بنك ناصر؟ احنا مبدئيا ويمكن كان احد الاهداف من اللقاء ان احنا نقول ايه الخدمات الجديده. اتفضل. الخدمات الجديده احنا كنا بعيد شويه عن البنوك يعني ما كناش داخلين في التمويل العقاري. بدانا نخش التمويل العقاري لمتوسط الدخل. فايده زي عن سعر الفايده 5% اللي دخله لحد من 2100 ل 3.5 اكتر من لحد 2100 بديله 5% معلش زي مبادره التمويل العقاري معلش نعيد تاني يا فندم 2500 2100 ده بياخد 5% اللي دخله 2100 مظبوط في الشهر بياخد بسعر قرض 5% التمويل العقاري التمويل العقاري بفايده 5% تمام وبعدين احنا بنسمي الفايده عائد على طول انت عارف حضرتك احنا ما بنتعاملش بالفايده اصلا يعني. احنا بنك ناصر الاجتماعي اسلامي كل كلامنا على عائد وليس عائد فايدة. مش هقول كلمه فايده عائد 5% 5% لحد 3.5 فوق 2100 وال 3.5 ب 7% من الف اللي دخله من 2100 جنيه لغايه 3500 جنيه 7% العائد 7% لاحظت بقى حضرتك توجه البنك الاجتماعي هنا ان احنا بن بن بندي العائد طبقا للدخل رغم ان الوحده واحده تكلفتها حوالي 184500 ومش احنا اللي مسعرينها مسعرها هيئه المجتمعات العمرانيه اللي مسعره ما هي اللي بتمكن من الشقق انا الممول ايوه بالظبط انا اللي بمول بالظبط فشوفي الناس بتجي لكم البنك تقول لكم انا عايز شقه لا هقول لحضرتك في صندوق التمويل العقاري الاستاذه مي هي اللي ايوه استاذه مي عبد الحميد والاستاذ عبد الله رشدي احنا على استمرار واحنا رحنا قابلناهم انا كنت انا مع الدكتور شريف الحقيقه ودي البدايه فكر لا ليه بنك ناصر ما يشتغلش في التمويل العقاري فبدانا الملفات بتقدم ليهم هم وهم اللي بيقع عليه الاختيار طبقا لاسلوب الاختيار اللي بيتم والقرعه وغيره بيبتدوا يدوا لنا الملفات اللي المفروض بنك ناصر يمولها طب ويبتدي بقى اتصالنا مع العميل طب سؤال مهم جدا لو حد عايز يجي ياخد شقه او يشتري شقه مش تابعه للاسكان شقه حره بره عادي بس عايزها عن طريق الـ 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 البنك لا لسه ما بداناش في دي لان دي عاليه قطاع خاص وانا هدفي متوسط الدخل اللي انا بكلم حضرتك عليه طب يا فندم ما هو ممكن ثمن العقار ده حتى لو حر بره مش تابعه للاسكان ما يبقاش غالي على فكره قوي يعني ممكن يبقى برضه في الحدود اللي احنا بنتكلم نفس القيمه يعني ممكن نفس القيم اللي احنا بنتكلم فيها دي لا البنوك لما اشتغلت في المجال ده الحقيقه اللي بيتقدم لها من الخارج لا عالي شويه عالي اعلى من كده فانتوا التركيز دلوقتي الاول على لدول مستحقين ودول اولى الحقيقه يعني لان الدوله مدعمه كمان الشقق دي الدوله مدعمه طبعا الشقق دي طبعا. وانا بقسط من 7 سنين ل 20 سنه مش هيتاح في اي مكان كده هو لما حد يجي لك يا فندم يطلب قرض تنصحه عدد السنوات يبقى اكتر ولا اقل عدد سنوات القرض هقول لحضرتك هو مرتبط بالمبلغ اللي هو عايزه وانا ابص على دخله بقى عشان يتبقى له جزء يبقى ميسر يقدر يعيش في المجمل بمعنى في ناس تقول لك ايه ايوه بمعنى طب قول لي بمعنى لو واحد واخد 50000 50000 انا قسطه لو على 5 سنين 1192 على 5 سنين طب ده دخله اقل من كده ارحله على 7 سنين اديله هتقول له خليك 7 سنين ليه عشان يقدر الباقي مضغوط قوي الباقي بتاعه كويس وفي ناس ممكن تقول لك انا عايز اخلص اول باول اديني 3 سنين ولا حاجه عايز اخلص ده اكيد دخله يسمح مفيش مشكله عندنا لكن انا دايما بندي النصيحه للعميل في ضوء حتى اللي بياخد عربيه يعني لو حضرتك عايز عربيه او اي حد بيجي يتقدم لي بقول له انت عايز القسط قد ايه مش العكس انت بتجيبي العربيه جبتي عرض سعر من اي مورد وبعدين ابتدي اشوف دخلك واقول لك انت عايزه القسط قد ايه فانصحك تدفعي مقدم قد ايه بتعملوا ده في البنك يا فندم ده يعني كل زمايلي يجي لك المواطن تقعد حد معاه كده زي مستشار كده يقعد معاه كده يشرح له يقول ما بنشتغلش الا كده على فكره لازم كده لسبب قدرته على السداد تساوي قدره البنك على التحصيل وهقول لك مفاجاه كويسه طب قبل المفاجاه لا بنختم بيها بس ما ننساهاش معايا رحاب اتفضلي يا رحاب حاولي تكلمينا تاني يا رحاب محمد اتفضل ايوه يا فندم اتفضل يا فندم
والله انا يعني كل ما اقدم على قرض البنك ناصر طبعا انا على المعاش بقالي حوالي 5 سنين طالع معاش مبكر. تمام. وبقدم على قرض من البنك يقول لي لا ده لازم موظف يكون موظف حكومه عشان يضمنك. طب ما القرض ده من نفسه. هو اصلا بكده كده بحول المرتب كله على 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 بنك ناصر. هو المرتب كله اصلا 700 جنيه كل الحكايه. تخيلي 700 جنيه يعني معاش يعني. فمش عارف انا ايه الوضع. وما بيدوش القرض وبرضه بيرفضوا. طب بترفضوا ليه؟ مش فاهم. لازم موظف. اجيب له واحد معاش برضه ما يرضاش. لازم موظف حكومه. طب اجيب له منين موظف؟ انا ما اعرفش موظفين. عمرنا ما دخلنا موظفين قطاع عام ابدا. طيب انا بشكرك يا استاذ محمد. هتوجه بالسؤال حالا يا استاذ احمد. اتفضل. الموضوع بسيط جدا. لا احنا عاملين حلول لده. بص حضرتك بتقول الموضوع بسيط بالنسبه له. ما احنا هو ده هدف التدريب اللي قلت لحضرتك والتواصل بيننا وبين زملائنا في الفروع. يعني هو المفروض يبقى فيه اليه عمل ونظام ثابت. فاذا اشتكى العميل لا يبقى فيه حاجه علينا احنا لازم نوضحها ولازم نحلها وتقل. يعني احنا كل ما نمشي اتصالات العملاء او ان هم يجوا لنا بيقل. الحقيقه بيقل لان احنا متابعين للمشاكل وعايزين نحلها. صحيح. وعايزين نمنعها. مش هدف. صحيح. طب هو برضو يا ريت رقمه ويروح الفرع هيلاقي. طب احنا ليه بنقول هيروح الفرع؟ كل الارقام دي احنا نتصل بالفرع. حلو. يروح للمدير مش لحد تاني. بالظبط. هيبقى في اتصال من للمدير هيقول له لان احنا في وسيله اخرى اللي هي تامين على الحياه باعتباره معاش. بس مش عايزين اكتر من كده. نعمل له تامين على الحياه واحنا عارفين هنعمل ايه نقدر نديله القرض. انا بشكرك جدا جدا. ده شيء محترم جدا يا فندم. والله كتر الف خيركم. كل الناس اللي احنا اخذنا ارقام تليفوناتها كلهم معانا ارقام التليفونات الحمد لله. ما حدش الخطا قطع منه من غير ما يسيب لنا الرقم. استاذ احمد صالح مشكورا. هيبقى في تعامل بحيث انه المتصل الكريم ده يكلموه من البنك عشان يقولوا له يروح يقابل مين فين بس يدخل على مدير الفرع على طول. رحاب رجع تاني. يا رحاب اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا استاذه منى؟ الحمد لله يا حبيبتي اتفضلي. انا كنت اتصلت بحضرتك قبل كده وحضرتك الحمد لله ربنا اكرمني ووقفتي يعني ربنا بعت لي اللي وقف جنبي. بس هو ايه يعني حضرتك انا كان موضوعي اللي كان ابني انفجرت فيه انبوبه وعليه مصاريف كتير جدا. ابنك كان ايه معلش يا رحاب تاني؟ اللي كانت انفجرت فيه انبوبه واتحرق وكان عليه مصاريف كتير جدا وديون. لا انا مش ابنها كان ايه يا شباب؟ انفجرت فيه انبوبه. اه يا حبيبتي كلمتينا فعلا كلمتينا. الف بعد الشر عليه. واحد اتصل بيا حضرتك وساعدني بجزء صغير من الفلوس. بس انا دلوقتي مش عارفه اعمل ايه والله العظيم. لسه برضو بقيت ولادي ما راحوا المدرسه ولا خدوا دروس وعندي ثانويه عامه وعندي اعداديه وعندي بنت في مدرسه تانية برضو في ابتدائي وعليا ايجار وديون كتير جدا وانا اصلا يعني. طيب يا رحاب انا اتمنى انه زي ما فيه فعل خير قبل كده اتصل بينا فعلا على الهوا والحمد لله ساعدك حتى لو بجزء ربنا يكرمه ايا كان ساعد بقد ايه. اتمنى ان شاء الله يبقى في حد تاني برضو تتصل ببنك ناصر برضو. هناخد ارقامها هنتصل بيها هنخليها تتقدم لاقرب فرع. في حلول عندنا برضو للحالات دي. والله ما عارفه اقول لك ايه يا استاذ احمد. لا البنك الحقيقه هو اللي بيوفر. احنا بنجيب الضيوف نتعبهم والله معانا. بس البنك ناصر بيوفر حاجات وفرصه ان احنا بنتقابل بحضرتك. يعني احنا بنقول انت مش بتمثلي الاعلام بقى انت بتمثلي الشعب. الله يكرمك يعني يا رب. الله يكرمك. كويسة الحقيقة. الله يكرمك. رحاب تليفونك الخط قطع معاكي ما سبتيش رقمك. بنك ناصر ان شاء الله الاستاذ احمد صالح مشكورا هو وكل الساده المحترمين في بنك ناصر هيستقبلوك يا رحاب ان شاء الله باذن الله. هيبقى في تعامل مع الحاله بتاعتك عشان الظروف اللي عندك. لا ما هتبعت الصفحه ازاي؟ ما انا مش هبقى عارفه هي رحاب ايه بالكامل. معانا اسمها بالكامل؟ لا تتصل بينا. رحاب اخدنا اسمها بالكامل؟ رحاب عبد المنعم حاولي تتصلي بينا تاني لو سمحتي لانك قفلتي تليفون من غير ما تسيبي رقمك علشان بس نوصلك بالاستاذ احمد صالح. الله يخليكي. حاولي تتصلي بينا رحاب عبد المنعم. انا بشكرك جزيل الشكر يا فندم. كلمات اخيره من حضرتك لكل الجمهور دلوقتي سواء المتعاملين بالفعل معاكم في بنك ناصر لو عايز تديهم يعني ان شاء الله طاقه ايجابيه كده انه في تحسين للخدمات والفروع اكتر او الناس اللي عمرها ما اتعاملت مع بنك ناصر وشرائح يمكن عايزين نجذبها للتعامل مع البنك. بنك ناصر بيقدم خدمات مصرفيه زي اي بنك وبيتلقى الودائع ومن نشاطه المصرفي بنقدر نقدم خدمات اجتماعيه كتير جدا. قد يكون البعض ما يعرفهاش رغم احتياجه ليها.
هو بيتواصل مع الفرع هيلاقي فيه اول ما بيخش الفرع كل الخدمات المقدمه في لوحات اعلانيه. لو حاجه مناسبه ليه او غيره بيتكلم في مندوب لينا في القطاع التكافل موجود جوه الفرع. كل القطاعات ممثله في الفروع، اي فرع هتروحي فيه هتلاقي فيه مندوب للتكافل، مندوب للمصرفي، مندوب للنفقه او اثنين او ثلاثه حسب حجم العمل. يتقدم ويقول هو عايز ايه، ما يجيش مركز رئيسي. احنا عايزين كل واحد اقرب فرع البيت ويروح واحنا هنقدم له الخدمات اللي هي تناسبه وتحتاجه. ولكن الخبر اللي كنت عايز اقوله لحضرتك ان في القرض اللي كان اعلن عليه معالي الرئيس رئيس الجمهوريه للمراه في يوم المراه ال 250 مليون احنا دلوقتي في الخطوات التنفيذيه مع صندوق تحيا مصر وقريب جدا هنعلن عن اول دفعه اللي هي 250 مليون ده هيبتدي للمراه المعيله سواء بتاخد تكافل او كرامه سواء بتاخد نفقه بس الدخل مش مكفي سواء ملهاش او قدمت تكافل وما خدتش من خلال بحث اجتماعي احنا عندنا 3200 لجنه منتشرين وفعالين على مستوى الجمهوريه هم اللي هيعملوا بحث اجتماعي وهيساعدونا في كده يعني من جوه المجتمع مش انا او حد تاني اللي هيشوف. لا بس ده اعلان مهم جدا طبعا ده. طبعا سؤال بقى. طبعا اي حد دلوقتي بيسمعنا هيقول لك بس طمني كمواطن ان ال 250 مليون دول هيتوزعوا بحق ربنا على السيده المعيله والمراه اللي فعلا محتاجه للقرض ده. هو بحق ربنا في بحث اجتماعي وبيعملوا ناس من افضل الناس ناس في خدمه اجتماعيه جليله اللي بيجمعوا الزكاه اللي قدروا يجمعوا السنه اللي فاتت 400 مليون جنيه ويوزعوا منهم 375 لمصاريفها الشرعيه وال 25 اتصرفت في اول السنه دي فدول احنا بنثق فيهم تماما واختيارهم بيتم مش من البنك من الجهات الامنيه كلها بتدي اوكي دول يستحقوا يبقوا ماسكين لجنه وبالتالي مش واحد مش فرد مجموعه فلما يختاروا من المجتمع بتاعهم قد يختاروا اللي بتاخد الزكاه كمان ما عندهم وهقول معلومه يعني الست اللي بتاخد التكافل وكرامه بالفعل اصل احنا دايما كان ممكن عندنا تاخد التكافل وكرامه ما يكفاش بالظبط ايوه ده ممكن تكون تاخد نفقه انا بتقابلني ناس كتير قوي كده بس ما هو المجتمع يعني كان في ناس بتقول ايه يقول لك ماشي انا باخد تكافل وكرامه بس والله ما مقديني ما هو ده اللي احنا بنستهدفه ولا 400 جنيه يعملوا ايه يا فندم احنا بنستهدف دول وهنديهم القرض ولو خلص ونجح وممكن نديهم تاني او لغيرهم الموضوع مش هيتوقف كده وعلى فكره التعامل مع زي ما بتقولي حضرتك بنك الفقراء العطاء البنك مش هيتوقف البنك دوار يعني كل الفلوس اللي بتيجي بيرجع يعيد تدويرها للناس هم ويزيد عليهم اللي يستجد من المواطنين ولجان الزكاه ذراع قوي للبنك الحقيقه هم برقابه البنك وناس موثوق فيهم تماما وهم اللي هيختاروا ويساعدونا مين دول انا بشكرك جزيل الشكر انا بشكر لحضرتك اهتمامك الحقيقه شكرا وهنطلق عليك بقى ايه يعني اعلام الشعب يعني الحقيقه كل زملائي وانا في صباح دريم كلنا فخر بحضراتكم في بنك مصر الله يخليك شكرا لحضرتك جدا بالامانه مجهودكم وعايز اقول لحضرتك ان رحاب اتصلت تاني هايل يا شباب شكرا رحاب اتصلت ثبت رقمها اللي ما كناش هنعرف نوصل لها ان شاء الله يا رحاب باذن الله النهارده او بكره هتلاقي اتصال جاي لك وان شاء الله يتم التعامل مع حالتك الانسانيه بشكرك جزيل الشكر ضيفنا الكريم الاستاذ احمد صالح رئيس القطاع المصرفي ببنك ناصر الاجتماعي شكرا نورتنا يا فندم شكرا جزيلا واسعدتنا جدا بوجود حضرتك شكرا بشكر كل الشكر الدكتور شريف فاروق النائب الرئيس الاول لبنك ناصر الاجتماعي دكتور شريف حقيقي والله يعني كل مره بختم فيها لقائي مع بنك ناصر عن فقرات بنك ناصر بشكر لحضرتك يعني كلمات الشكر لا تكفي لهذا التعاون الجميل وحرصكم ان المواطن يفهم ويتواصل اكتر ونضم شرائح اكتر للبنك ولما الدوله تبقى بتتكلم في فكره عامه اسمها الشمول المالي يبقوا الناس اللي ماسكين والقائمين على المؤسسات بيشتغلوا على ده كمان ما يبقاش بس الدنيا شعارات وخلاص يبقى كلنا عايزين نعمل ده لمين يا احمد الاستاذ احمد ولا الدكتور شريف الارقام على الواتساب كل الارقام اللي هي الناس اللي اتصلت موجوده بالفعل عند حضرتك على الواتساب كويس دلوقتي كويس خلاص. احنا اصلا بنتميز في صباح دريم قبل ما الضيف يخرج من الاستوديو بتكون كل اسامي المشاهدين بارقامهم موجوده عنده على الواتساب انتوا بتساعدونا لتقديم الخدمه للمواطنين فعلا ونشكرك جدا شكرا على انت واسره البرنامج بالكامل الله يخليك بشكر كل زملائي الحقيقه بشكركم جزيل الشكر وان شاء الله باذن الله يبقى لينا فقرات ثانيه ومره جايه ان شاء الله بقى دكتور شريف فاروق
يكون معانا في صباح دريم ان شاء الله باذن الله، وتنورنا وتسعدونا جميعا. بشكركم على حسن المتابعه. ملف الايجارات القديمه اللي طلبتوه مننا كتير جدا جدا بالاتصالات وعلى الهاتف احنا وعلى الصفحه، احنا صحيح طرحناه قبل كده اكتر من مره، لكن انا عارفه ان في كلام كتير عند حضراتكم عايزين تكلموا فيه. ان شاء الله غدا نتحدث عن الايجارات القديمه مره اخرى. نلقاكم باذن الله لو لينا عمر يوميا 9 صباحا في صباح دريم.